والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلم عاش الهني للعلم والوطن. اليوم مش عادي، اليوم عيد، يوم فرح. يسعد لنا مساكم جميعا من بيروت، تحية كتير كبيرة لأهلنا بالسعودية اللي عم يحتفلوا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. مبارك عليكم هاليوم، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، حكومة وشعبا تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. اليوم رح نحتفل نحن معكم، كلنا عم نحتفل باليوم الوطني المملكة العربية السعودية، وتحياتنا أكيد لكل اللي عم بيتابعونا اليوم وبهاللقاء رح نترافق أنا ونيفين. يسعد لي مساكن مساء النور ساشا. أنا كمان بدوري بدي أعايد أكيد أهلنا وإخواننا السعوديين بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، بنتمنى لهم إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية. وأكيد مثل ما ذكرنا كلنا عم نحتفل بهاليوم المش عادي، اليوم عيد وإنجازات المملكة العربية السعودية لا تحصى ولا تعد. خلينا نشوف هالتقرير نحن وياكم. إنه 23 من سبتمبر، اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية، يوم صدور مرسوم الملك عبد العزيز بتوحيد أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. في حكم عبد الله ملك الزعامة ومتعب اللي يسر الصعب تيسير، الحاكم اللي ما تهنى منامة لنا. وللمناسبة رفعت جدة أطول علم في العالم وبلغ ارتفاع ساريته 170 مترا، فيما يبلغ مقاس العلم 50 مترا بالطول و33 مترا في العرض. ارتفع الغمامة عيدك لنا عساير عيادنا غير عيدك فرح وعياد. كما وأصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا لليوم الوطني 84 للمملكة من فئة ريالين، بينما تمت إتاحة كل رحلات الطيران الداخلي مقابل 84 ريالا فقط. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشلم يا دار الأبطال، ويا سلامي عليكم يا السعودية. هذا وشهدت المملكة العام الفائت تحقيق إنجازات ليست ببعيدة عن جهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. ومن المشاريع افتتاح مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، ومشروع سكك القطار الذي يربط شمال المملكة بوسطها وحتى منطقة مكة المكرمة. أضف إلى ذلك هناك عشرات المشاريع الجبارة التي يجري العمل عليها حاليا. إنجازات منفتخر فيها، دام عزكن ودامة الأفراح أهلنا بالسعودية. خلينا نشوف اليوم بحلقتنا كمان شو حضرنا لكم من مواضيع وفقرات بهاللمحة السريعة. اليوم في بيروت مع أليس بريدي نتجول في بيروت آرت فير ونتعرف إلى التصاميم التي قدمتها للمناسبة. هكذا نساعد أولادنا على خسارة الوزن في المدرسة وأثناء خروجهم مع رفاقهم، موضوع لانا فايد عريسي. سونيا صباح تحدثنا عن أصول تصرف الموظفين الجدد وكيف يجب أن يتعامل معهم القدامى. مكياج خاص بالبشرة السمراء من توقيع النهى معوض. لبنان احتفى بيوم السلام العالمي وعنه تحدثنا مدى أرسلان، وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية في حلقة غنية كما عودناكم، فابقوا معنا.
مثل ما عودناكم حلقة مميزة بانتظاركم اليوم ببرنامجنا ببيروت، والأسبوع الماضي مع اختصاصية التغذية لانا عريس حكينا عن حقيبة المدرسية الخاصة بالولد، إنما اليوم رح نخص الأولاد اللي بيعانوا من وزن الزايد بعد ما يوصلوا على البيت، كمان كيف لازم نهتم بغذائهم بمأكولاتهم وكل التفاصيل. معك لانا اليوم، أهلا وسهلا فيك. كيفك لانا؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. لانا اليوم بدنا نخص بس الاولاد اللي بيعانوا من السمنه بس يوصلوا على البيت بعد المدرسه. اكزاكتلي. اذا بتتذكري بحلقتنا الماضيه كنا عم نحكي عن غذاء الاولاد، لانه خلال المدرسه يعني عندهم تقريبا 50% من وقتهم بيقضوه بالمدرسه، سو حكينا شو لازم يكون في السناك بوكس تبعيتهم، حتى اذا كان عندهم اوفر تايم، عندهم حصص اضافيه، كمان اللانش كيف ممكن يكون. هلا لما يرجعوا على البيت كيف الأم لازم تتعامل مع الموضوع؟ تهيئة الولد أو المراهق كمان إذا عنده وزن زيادة، شو لازم تحضر له؟ شو لازم تهيئ له بدائل لحتى يقدر يتقبل إنه يخسر وزنه أو ياكل أشياء بحبها وزيت الوقت يخسر الوزن؟ إذا عنا وقت إن شاء الله حنجيب إنه حنتطرق كمان، بتعرف المراهقين هلا من 12 أند أب بصيروا يظهروا مع أصحابهم، شو ينقوا لما يظهروا، شو يبتعدوا، شو يكون اختياراتهم، حتى يضلوا محافظين على هالسيستم أو النظام اللي بنحطينه عليهم. أكيد رح نتابع كل التفاصيل معك لانا بعد شوي بسياق لقائنا. أهلا وسهلا فيك. بنروح لعند نيفين وبنتعرف على ضيفتها. تصميم من المحطات الثابتة ببرنامجنا، وبحلقة اليوم ضيفتنا السيدة إلسي بريدي يلي وصلت لعنا من بعد تجربة مميزة بمعرض ببيروت للفن من خلال جاليري لابلوم. أهلا وسهلا فيك إلسي. أهلا فيكم. كيفك؟ كتر خير. على إلسي، قد ايه مهم يعني قد ايه معرض بحجم بيروت آرت فير ممكن يساعد أي جاليري وأيضا يعطيه دافع كتير كبير لقدام؟ بدنا نقول إنه بيروت آرت فير هو أضخم حدث فني بيصير بلبنان. نعم. بيلتقوا فيه الجاليريز بلبنان، وبيصير في مشاركه لعدد كبير من الجاليريز من خارج لبنان يلي بيجوا وبيشاركوا، وخصوصا هالسنه كان بيروت ارت فير كثير مميز. نعم. بعدد الجاليريز تبع لبنان اللي شاركوا، خصوصا بالجاليريز اللي اجوا من برات لبنان يلي شافوا انه بلبنان في ساحه فنيه كثير كبيره، والجمهور اللبناني بحاجه يتعرف على صحيح. الفنانين الموجودين برا، و يعني كان خصوصا هالسنه كان عدد الزوار مثل ما نحن لاحظنا ومثل ما خبرونا انه كان عدد كثير كبير بالالافات. نعم، اكيد إلسي رح ناخذ مزيد من التفاصيل. أكيد. ونتعرف على اخر ابتكارات جاليري لابلوم خلال سياق حلقتنا. وهلا خلينا نرجع لعند ساشا. رفض مشاركة الشريك بحضور جلسات العلاج وما يترافق من مشاكل تنعكس على الأولاد هو محور لقائنا مع ضيفتنا المعالجة النفسية دكتور نازك الخوري. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرسي، أهلا فيك دكتور. قديش جلسات العلاج الثنائي مهمة اليوم؟ جلسات العلاج بوجه عام اكتشفوا ان اهميتها الناس اكثر واكثر، يعني بالقبل كنت بتحسي انه في ريزيستانس، في مقاومه لهالشيء، هلا بتحسي انه لا، مع تطور الوقت صرنا عم نكتشف قديش مهم العلاج النفسي، وخاصه بالعلاقات الثنائيه، لانه الشخصين جايين كل واحد من بيئه مختلفه، من تربيه مختلفه، فمن الضروري انه يكون في مواكبه بحال صار في سوء تفاهم او جد في مشكل بالكوبل، لحتى ما تكبر الاشياء ويصير ينبنى على اساس الغلط غلط. وحضور الشريكين كمان كثير اساسي ومهم، رح نحكي بتكون المشكله بتفاصيله. صحيح معك حق، وقت بتكون المشكله بتخص الكوبل وجود الطرفين مهم، بس في عندك اوقات بيكون احد الطرفين معارض الفكرة، عنده حالة خاصة، فساعتها بيكون الشغل مع فرد من الثنائي. رح نتابع كل التفاصيل معك دكتور الخوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك معنا. يعطيك العافية. واحتفالاتنا مستمرة باليوم الوطني المملكة العربية السعودية، ومنجدد معايدتنا بهالنهار المميز لكل أهلنا بالسعودية. رح نتوقف مع فاصل إعلاني وبنرجع بننطلق بحلقتنا لليوم. المجد والعلياء مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اكبر يحمل النور المسفر، واجدي الله اكبر يا موطني. We'll be right back.
روحك الحية اشهد انك اصيل وطيب الفالي. واحتفالاتنا مستمرة باليوم الوطني المملكة العربية السعودية ومباشرة من بيروت. خلينا نشوف نحن وياكم صورة اليوم وننتقل فيها إلى الإمارات، حيث احتفاء باليوم الوطني السعودي تم وضع صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على برج العرب، وكتب تحت مبروك اليوم الوطني السعودي. فألف مبروك لأهلنا بالسعودية بهاليوم المميز وكلنا عم نحتفل بهالنهار. ونتابع بفقراتنا ببيروت ومنستضيف ضيفة أكيد دايما بتترك بصمة بالجاليري اللي بتخصها، دايما بتستقبل مصممين مبدعين عن لبلوم. رح نحكي بالتفاصيل اليوم مع ضيفتنا ألسي بريدي. أهلا وسهلا فيك ألسي. أهلا فيكم. كونسبت جديد للبلوم بالجاليري الخاصة فيك، منبلش شوي أيمتى هيك أسستيها وبلشت بهالفكرة؟ الجاليري صار عمرها هلا 3 سنين. اللي بيميز الجاليري انه الجاليري انا عندي ما عندي الا دو برودوي، انا بس عندي بينتشر وسكولتور، يمكن هيدي اللي بيميزها عن غير جاليريز يلي فيهم اكثر، يمكن فيهم ديزاين اكثر او بتعاتوا لي موبل يلي انا ما عندي هون بالجاليري. يعني بس رسم ونحت بالجاليري؟ بس رسم ونحت لفنانين عالميين مشهورين كثير معروفين عرضوا تقريبا بانحاء العالم. والكمان بيميز الجاليري انه اعمله للفنانين موجودين عندي كل السنه، يعني مش بس اعمالهم بتكون موجوده وقت ينعمل لهم معرض فيرنيساج لهم، وبيخلص الفيرنيساج وبيرجعوا اعمالهم على الاتوليه تبعهم، لا اعمالهم موجوده عندي كل السنه. وهيدا اللي بيميزها يمكن شوي عن غيرها من الجاليريز الموجودين عندنا ببيروت وبلبنان. صحيح. نعم، ألسي كيف ممكن يلتقى أكثر من فنان تحت سقف واحد؟ وكيف ممكن يصير في تفاعل بهالتلاقي؟ هلا أكيد إنه في بالجاليري عندي بس حدا يفوت دغري بحس إنه في تناغم. وما عندي حوالي أرتست أنا بيقول أنا أحسن من الثاني. نعم. أبداً. وكلهم الفوت دير إنه هن سون دي أرتيست كونتمبورين. هلا كل واحد بيتميز عن الثاني اكيد بالمواد اللي بيستعملها بالطريقه طريقته. حتى ما عندي الشيء الكلاسيك انا. نعم. يلي بيسموه اويل اون كانفا ابدا، انا عندي اعمال كثير مميزه لانه بيستعملوا مواد منا كثير متعارف عليها بالفن الكلاسيك. يعني هن مبتكرين يمكن مواد وتقنيات بتشبههم لهالمصممين للفنانين. او الفنانين مزبوط. بالذات طب ألسي هون التعارف على الفنانين كيف بيتم؟ وفي فنانين كمان عالميين كيف تلتقي فيهم؟ اول شيء بلتقى فيهم دون لي فوار، هيدي ببلش انا بحب اعملهم. وقتها بحب اعملهم انا بتصل بالفنان وبشوف انه بتواصل معه وهلا صاروا هن اكثر بيتصلوا فيي، صاروا بحب، يمكن صارت الجاليري تبعيتي كثير معروفه انه صاروا مقر لهم. صاروا هلا هن اكثر من ما انا بتصل فيهم صاروا هن عم يتصلوا فيي وبحبوا يعرضوا عندي بالجاليري. نعم، ألسي هل في شروط للانضمام تحت سقف جاليري لابلوم؟ هلا الشروط بحد ذاتها لا، بس اكيد انه انا ما عندي فنانين مبتدئين، لا. بعد ما وصلت لمرحله انه انا اطلق فنان مبتدئ. انا كل الفنانين ما في شروط، هو انه لازم يكون انا عنده خبره كثير معروف ومشهور وصار امضاءه كمان، يعني صار عنده كوت كثير عاليه. نعم. هيدا هو اللي بيميزني كمان عن غير جاليريز يلي انا ما وصلت لمرحله انه اطلق فنان. صح، وهيدي فرصه كمان للزائر اللي وصل على الجاليري يتعرف على هالاعمال يعني من قبل هالفنانين العالميين. مزبوط. هيدي فرصه. ألسي كمان شاركتي بمعرض بيروت ارت فير لتاني سنه. لتاني سنه، كيف كانت اول سنه؟ يعني اكيد كانت موفقه لتشجعك تشاركي لتاني سنه. ويلي خلتني اقول انه اكيد رح ضلني شارك ببيروت ارت فير، خصوصا انه غير انه انا بثبت وجودي انه الجاليري موجوده، وبتخلي كمان يتعرف الجاليري على اكبر عدد من الزوار يلي بيزوروا، انا بتعرف على اصحاب جاليريز جايين من خارج لبنان، يعني حتى الي انا مهمه الي. نعم. خصوصا هالسنه يلي كانت مشاركه الجاليري اللي جايين من برات لبنان كثير كبيره، اكثر بكثير من سنتين. طب خلينا نشوف اجواء البيروت ارت فير كيف يعني. كانت بكاميرا بعدسه ببيروت، خلينا نشوف نحن وياكم بهالتقرير. Let's
على التوالي معرض بيروت ارت فير بيفرض نفسه على الساحه الفنيه والدوليه. هالمعرض يلي بيستمر من 18 ل 21 ايلول بالبيال بيستضيف هالسنه اكثر من 47 صاله عرض للفن الحديث والمعاصر والتصميم. مثل ما عودناكم ببرنامج ببيروت رح نحاول ننقل الجو العام ونتعرف اكثر على تفاصيل هالمعرض، خليكن معنا. حاطين كولكشن كبيره من طاولات بديفرنت ستايلز، يعني في عنا تصاميم مختلفه، في منهم عملوا خصيصا للمعرض وفي منهم من الكولكشن الموجوده. نحن كجاليريز عنا الدايركشن اللي نحن بنمثل اكثر شيء فنانين من بعد الاتحاد السوفيتي، انه الفنانين عم بيعبروا عن الحياه، عن التغيرات اللي صارت معهم، كيف أخذوا حرية من بعد 70 سنة مثلا. في عندي هيدي اسمها فراكتال لايت، وهي كينة عن شفة حديد بتعجب بإيدي، بعطيها فورم اسمها نون ديفلوبابل سيرفيس، يعني بتعطي إضاءة، يعني بتعمل بروجكشن لمشربية على الحيطان. بدنا كله يستمر بكل النواحي، خصوصا بالارت وورد ديفنتلي، لانه هيدا البوزيتيف، هيدا الشيء اللي بقرب العالم. ما بعرف، ما في شيء مأذي، الفن ما بيقدر يكون مأذي. في تحسن، في تحسن بالحضور، يعني انا كثير مبسوطه لانه كل هالارت فيرز اللي كنت اللي عم روح اشترك فيهم ما عندهم هيك حضور. الحقيقه كثير المعرض حلو، الاشتراك المشتركين اللي عارضين في شوا حلو كثير بالتابلويات، حتى اتس مور انترناشونال يعني. اكيد نحن بنفتخر بالمعارض اللي عم بتصير بلبنان، وخاصة هالسنة يعني القبول بتلاحظي في كثير قبول. هذا أول نهار، يعني هذا أول نهار هيك، بعدين شو ناطرين؟ كثير منيح. It's very nice. تحفة، روعة، روعة المعرض. كثير كرييتيف، كثير كثير روعة. كثير حلو. كثير حلو. الله يعطيكم العافية، بجنن. كثير حلو و very artistic. I really like it. حاجة خارقة العادة يعني. بعتقد بده واحد يجي عليه مرة تانية، لأن من أول مرة بتشوفي كثير أشياء فرد مرة ما بيستوعبهم راسك، يمكن كلهم فرد مرة. كثير حلو، كل سنة بيجي، يعني this is هذا ايفنت بحضره كل سنة. منيح اللي بنعمل هيك ايفنتس نحن عنا بلبنان. يعني بالفعل انا بس نزلت على المعرض اول نهار كان الافتتاح ما لحقت ابرمه كله قد ما كبير، وفي اعمال فنيه يعني بدك بس هيك تتفرج عليها، بدك وقت لتفهميها كمان، لانه في كثير امور. هو يا ريت الناس كان معهم وقت انه يزوروه كل يوم على الاربع ايام اللي كان في المعرض، لانه ما بينشف من اول مره، وما بيقدر واحد يشوف الاعمال الفنيه من اول مره ولا بنهارين. يعني كان معرض كثير حلو، خصوصا انه كانوا عدد الجاليريز كانوا كثير كبار. كثير كبار، مظبوط. نعم، قلتي قد ايه مهم ولقاء اكثر من موهبه بهالمعرض، معقول يفتح لكم افاق جديده؟ انا على سعيد شخصي بيفتح لي افاق انه اذا في فنانين موجودين بجاليريز خارج لبنان وبحبوا يكونوا عندهم، وانا شفت انه هن فنانين كبار واعمالهم بتناسب الاعمال يلي انا موجوده عندي بالجاليري، وبحبوا انه هن كمان يكونوا موجودين بلبنان بجاليري، ليش لا، فينا نتواصل. صحيح. ونتعاون، وكمان هن ينضموا لعائله البلوم الكبيره. مزبوط. ابرز المعروضات او المنحوتات كمان اللي اخترتيهم، قديش كان صعب عليك انه انتقائهم، لانه لازم تكوني دقيقه. هلا بالجاليري اهون، هي صعب انتقاء تحطهم بالمعرض،
بدي تنقيهم باسباس صغير يكون ارضي جميع المشاهدين وجميع يلي كانوا زايرين المعرض. ياخذوا فكره شو في بيخدوا ياخذوا فكره، لانه انا مش كل الفنانين الموجودين عندي بالجاليري كانوا معروضين ببيوت ارت فير. نحن الاسباس كثير صغير. نقيت عملنا سيلكشن انا والاثنين الستات بيساعدوني كمان عندي بالجاليري، جربنا وقعدنا كنا مقررين على الفنانين رح يشاركوا قبل بشهور. احنا قبل مشهور قررنا انه شو بده يكون معروض ببيروت ارت فير وشو اللي بيناسب، وما بدي يكون عارضه الفنانين كمان يلي عرضتهم سنه الماضيه، لان كل الفنانين عندي بالجاليري لازم ياخذوا حقهم. صحيح. يعني على اتوغ دو غول لازم هن يكونوا موجودين، يلي كانوا سنه الماضيه ما كانوا موجودين هالسنه. وكمان سنه الجاي اذا الله راد ببيروت ارت فير 2015 يعني للسنه الثالثه كمان رح تشاركي ببيروت أكيد. ارت فير، وكمان رح يكون في فنانين ما كانوا موجودين معي هالسنه تالكل يلي عندي بالجاليري يشارك. مشاريع قادمه ألسي هلا عم تتحضري شيء جديد؟ المشاريع القادمه انه عندي بعد بكره اذا الله راد امير حسين زنجاني، فنان ايراني كثير معروف، تعرفت عليه بسلسله ميوزيوم بدبي وبهرت باعماله، ورح يكون موجود هو شخصيا لافتتاح الفرنيساج عندي بالجاليري بعد بكره الخميس الساعه 6. واذا بتحبوا تشرفونا كمان ليش لا اكيد. ألسي شكرا لحضورك معنا، موفقه بكل شيء بتعمليه بالفعل، وكان مشاركه موفقه بهالمعرض. اهلا وسهلا فيك ألسي. ثانك يو، شكرا لحضورك معنا. وايضا كمان الاحتفالات مستمره باليوم الوطني المملكه العربيه السعوديه، واحتفالا بهالنهار تراقصت نافوره دبي بعمل ابداعي على انغام النشيد الوطني السعودي يؤديه الفنان الاماراتي الرائع حسين الجاسمي. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الهليل للعلم والوطن، شارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الهليل للعلم والوطن. مميزة جدا هالمبادرة، وهذا بيدل انه بالفعل الكل بالدول العربية عم تحتفل باليوم المميز، اليوم الوطني الوطني المملكة العربية السعودية. رح نتوقف دقيقة قليلة مع الاعلان، ولكن قبل ما عم نشوف اكيد كل معايدتكم مباشرة على شاشتنا، وهيك نرجع بنذكركم هاشتاج ببيروت، فيكم تواجهوا معايدة لاي شخص كان، وهاشتاج اليوم هو اليوم الوطني السعودي. هيك بنشوف كل تعليقاتكم ومعايدتكم مباشرة على الهواء، واكيد فيكم تواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم نشوفها امامنا على الشاشه. دقيقه قليله مع الاعلان ومنتابع بقيه فقرات ببيروت، خليكم برفقتنا. المجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني، بتابع ببيروت بهاليوم المميز، وبنرجع بنحييكم جميعا. والصحة النفسية وأيضا المتعلقة بحياة الثنائي المواضيع الأساسية ببرنامجنا ببيروت، واليوم مع المعالج النفسي دكتور نازك الخوري رح نتحدث عن رفض الشريك المشاركة بجلسات علاج زوجته، ورفض الأهل الاعتراف بوجود مشكلة تسبب مشاكل نفسية على الأطفال. كل التفاصيل مع دكتور الخوري، بنرجع بنحييك، أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي مرة ثانية. دكتور، جلسات العلاج مثل ما ذكرنا مهمة كثير بالنسبة للثنائي، بس هل بيصير في اعتراف من قبل طرف من الطرفين نحن بحاجه لهالجلسات؟ لسوء الحظ لا،
مش دايما، واكثر الاحيان بيجي رفض من طرف الزوج لانه بتعرفي في الصوره الذكوريه بالموضوع، في الرجوله البعض منهم، واكيد هذا شيء خاطئ، يعتبروا انه في مس بصورتهم الذكوريه. بس هيدي مش عقبه بالعلاج، لانه فيك كمان تطلبي منه انه يساعد بالعلاج اذا قبل، ولو كان هو بحاجه وجاي لانه من منطلق انه منه بحاجه بس مهم يجي، كمان هالشغله بتفيد. باي حاله دكتور خوري، يمكن هون مثل لحظه وعي بيصير بين الشريكين، نحن بحاجه لجلسات علاج لننقذ هالزواج والحياه الزوجيه. العلاج له دور لطالما الشريكين مصممين على انقاذ الكوبل، بس اذا كان اتخذ القرار من طرف او من اخر بالانفصال وانهاء الحياه الثنائيه، نحن ما قلنا دور، يعني نحن ما بترجعوا اثنين لبعض، ما فينا نقنعهم، مش دورنا انه نقنعهم انه لا ارجعوا اذا هن مصممين على الانفصال. انا ما عم بشجع الانفصال، بس كمان ما فينا ننكر انه ببعض الحالات الانفصال هو حل، بس بحال هالشريكين كان عندهم تصميم انه ينقذوا حياة الثنائي تبعهم، هون تدخلنا ضروري ومفيد، لانه في الرغبة بالاساس الجودويل، وهون نحن انطلاقا من هون نطلب الخطوات اللازمة. في بعض مطارح عندك احد الشريكين ممكن يرفض، بس في عدة اساليب لحتى تدخلي بالعلاج اذا كان وجوده ضروري. فيك تقنعي انه هيدا الشيء مفيد للعلاج، ما بيمس بكرامتك الشخصية او بعنفوانك باي طريقة، وهيدا الشيء بيساعد الشخص يقتنع مثل ما قلتي بلحظة وعي. صحيح. انه اذا كان دوره فعال ما في شخص بيحب يخرب بيته بايده. مزبوط. حتى لو عارف انه الغلط منه، ممكن مع انه انا بقول يمكن ما بيعرف يحلوا المشكله بين بعض اثنيناتهم. صحيح. بتعرفي نحن بعلم النفس دائما بنتجنب نعطي حكم على الامور، لانه المشكله هي بتوقع وقت اللي انت بتعطي حكم حازم وقاطع، ما بخليك تروحي لبعيد. بنجرب نساعدهم يفهموا شو سبب هالمشكلة، لأنه ما في شيء إلا ما له سبب، وما في شيء إلا ما له تفسير، ووقت اللي بينفهم السبب الحلول موجودة. بس فرق من إنه شخص ما إنه شايف المشكلة بكل نواحيها، أكيد ما راح يلاقي الحلول اللي بتساعد، بس وقت اللي بتساعديهم يفهموا المشكلة دون حكم، يعني ما بنقول الحق عليك أو الحق علي أو الحق على حدا، ما بنفتش على بوك أميسار على كبش محرقة، نحن هدفنا نحلل ونساعد الشخص يفهم نفسه أكثر بالبداية، وبس تفهمي حالك أكثر بهون عليك فهم الآخر، لأنه ما بقى عم تعملي بروجيكسيون، يعني صرتي ما عم بتزتي على الآخر الأشياء اللي زعجتك بنفسك. صحيح. شو أبرز المشاكل دكتور الخوري اللي عم بيواجهها الكابل؟ بهالأيام في كتير صعوبات، يعني ضغوطات، ستريس الحياة اليومية، ستريس الحياة الاقتصادية، ستريس الأمن، هلأ حدث ولا حرج، يعني كل هالأشياء أكيد ما فيها لوحدة تفجر علاقة، بس بيكون في أشياء دفينة إلى علاقة بالتفاهم بالكوميونيكاسيون، التواصل، صح هيدي الكلمة، بتفجرها هول الاشياء يلي هي ضاغطة ولكن ليست كافية، يعني هودي تريجر بس ما فيهم يكونوا سبب اساسي بنسف علاقة. بعطيكي مثل بسيط، اذا في مرض بالبيت، يعني مرض احد الاولاد، اذا كانت العلاقة مبنية على زغل، ممكن مرض هيدا الطفل يفجر العلاقة بين الام والبي ويوصلوا لحالة من الانفصال. وإذا كانت العلاقة بالعكس مبنية على أسس سليمة من التواصل والتفاهم، ممكن يكون سبب بالكونسوليداسيون دو كوبل، يعني بشد يترابطوا مع بعض أكثر، الترابط بين الثنائي أكيد. بس المشاكل الأساسية مثل ما قلت لك، كل واحد حامل باك جراوند تبعه من تربيته، من محيطه، من ثقافته. هلا إذا شخصين ربيانين بنفس البيت
مع نفس الأهل وبيطلعوا كل واحد نفسية وطبع شكل وطبع مختلف، فكم بالأحرى أشخاص ولو تعرفوا على بعضهم، يعني بقولوا نحن عشرنا بعضنا وبيبقوا سنين مع بعض، يعني صحيح قد ما تعيشر الشخص الآخر بالنتيجة الكيان البشري هو كيان متحول دائما، يعني ما في ستاتيكو انه يي انا حفظت هالشخص عن الغايب، بيكون صار عندي فكرة كيف ممكن يتصرف، بيصير في نضج مع الايام، بتغير مع الايام، وبعدين الروابط الحب بتضل. انا ما بوافق اللي بيقولوا انه الزواج هو مقبرة الحب، اكيد لا، بس بصير في تحوير، بصير في احترام اكثر، بصير في تفاهم اكثر، بصير في تواصل اكثر. والاهم سالتيني لنوصل للنقطه اللي هي بتنصف العلاقه، هي المونوتوني الروتين، او الروتين اليومي. الروتين وقت اللي بصير في روتين بصير في استنشاق بالاخر، ومن هون بتبلش المشاكل. مشاكل. كيف ممكن نقنع الشريك انه يشاركنا بهالجلسات؟ وبعرف يمكن كلمة اللا او الرفض عم بتكون من قبل الرجل باغلب الاوقات. صحيح. مثل ما ذكرنا بحافظ على صورته هيك الذكورية. كيف ممكن نقنع الزوج؟ مثل ما قلت لك بالبداية ممكن تقولي له انه وجودك بيساعد. وجودك بيساعد على الحل. يعني مش بالضرورة انه يلي بيكون موجود بالعلاج النفسي يكون هو السبب، يعني وقت اللي بتروحي عند القاضي لتلاقي حل بيكون القاضي هو المشكلة ولا هو الحل؟ صحيح. فنحن بنطلب منهم انه انتم الحل، يعني وجودكم هون لنفتش على حلول، مش اذا كنتم حتى لو رافض يحل المشكلة. اذا رافض يحل قلت لك بيكون ما إلنا دور، نحن بيكون يعني الكوب لاخذ قرار، الا اذا كان في احد الطرفين، في طرف ايه يمكن الزوجة هي بدها تحلها، بس الزوج بنشتغل مع الطرف يلي حابب يحل المشكلة، ومنوصل اكيد مع شوية وقت، لانه ما فيك تقنعي دغري بالمباشر، بس وقت اللي بيشوف انه احد الطرفين عم ببلش يشتغل على ذاته وبلش يتغير، اكيد بدك اوتوماتيكمان توجد تغيير بالكوبل، يعني اذا واحد من الطرفين تغير بده ينقل صحيح. التغيير ولو بعد فترة زمنية معينة. دكتور نازك الخوري شكرا لحضورك معنا، هالجلسات كتير مهمة لهالمشاكل، ممكن تواجه الزوجين وهذا الشيء طبيعي معك. بس نعرف كيف نحلها وما تنعكس على الأولاد كمان، هون المشكلة الأكبر. معك. شكرا لحضورك معنا، أهلا وسهلا فيك. من بيروت ننتقل لميلانو ضمن فعاليات أسبوع الموضة، ومنشوف أبرز أو مقتطفات من عرض إميليو بوتشي.
23 ايلول بدي اذكر انه اليوم 23 ايلول 2014 هو العيد الوطني للمملكه العربيه السعوديه، ونحن من برنامج ببيروت عم نشارككم الاحتفال، وبنتمنى ايضا لاخواننا واهلنا السعوديين دوام الصحه وان شاء الله عيد مبارك. والاسبوع الماضي حكينا عن حقيبه الطعام يلي لازم ياخذها التلميذ معه على المدرسه، واليوم بفقره تغذيه رح نساعد كل المراهقين لفقدان الوزن ويعرفوا شو لازم ياخذوا معهم وياكلوا بالبيت لما يتوجهوا للمطاعم. اهلا وسهلا فيك يا لانا. ميرسي. اهلا وسهلا. كيف اشتقنا لك؟ انا كمان اشتقت لك كثير. تبا الحمد لله. لانا اليوم بدنا نساعد المراهقين اكيد بارادتهم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء ليقدروا يعملوا دايت وما يروحوا ياكلوا بالمطاعم. اوف كورس. كنا عم نحكي قبل انه بحلقتنا الماضيه اذا بنذكر شوي انه الولد او المراهق بيقضي تقريبا 50% من وقته بالمدرسه، ممكن يكون عنده كمان حصص إضافية. جبنا أفكار وعلمنا الأم كيف ممكن تعمل مانجمنت إدارة، كيف تقدم الأكل لابنها، كيف تقدم شو تقدم له كسناكس حتى ما يروح يشتري، قلنا بليز ما تعطوهم كتير مصاري، كمان أعطوهم أمنوا لهم الأشياء اللي بحبوها حتى يقدروا ياخذوا. هلا ونس رجع على البيت، نحن عم نعمل دايت أو الولد هو أو المراهق عنده وزن زيادة. نعم. عندنا مشكلتين نحن بنواجههم. اول مشكله هي انه هو الولد ما يكون بده، اوكي، يعني انا بيجوا لعندي على عيادي بنحكي مع بعض، اذا هو الولد ما بده اتس ويستد افورت، لانه حرام الام حتحاول هو حيصاب باحباط، ما حيمشي الحال، لازم هو الولد يقدر يكون عنده اراده، مش انه عنده اراده، يقتنع انه هو بحاجه يعمل رجيم، يقرر هيدا الشيء اكيد بمساعده الاهل. يعني هون في ادفايس، يعني نصائح بدها تنحط، جو معين بده يتهيأ للولد حتى يتقبل انه انا بدي مش اعمل دايت، يعني الدايت انه الواحد يجي واحد نظام اكله اكزاكتلي exactly. يعني ممنوع ممنوع اي انسان كلمه دايت حتخوفه للولد وحيفتكرها حينحرم من كل شيء بحبه 100% 100%. مشان هيك نحن ما بنستعمل دايت، بنستعمل انه بدنا نظبط الاكل، بدنا ننظم اكلنا. يعني انت اكيد الولد بيجي لعنا، هل الاولاد شو بحبوا؟ الاولاد المراهقين بحبوا مثلا الاكل الفاست فود، البرجرز، الكاساديز، البيتزا، مش يعني نحرمهم منهم، لا، ليش؟ نحن فينا نعطون نألف بدائل حتى نقدر نعطيهم اياهم ويكونوا صحيين. نعم. وهالبدائل كيف ممكن تكون؟ بعرف انه كمان لانا الاهل امرار بيقعوا بحيره، يعني كيف بدنا نحضر هالاكله؟ كيف بدنا نحضر بيتزا تكون منا غنيه بالوحدات الحراريه؟ انا اول شغله بدي اقولها قبل ما بلش حلقتي هي عم بتوجه للام، بليز ما تحسي باي عقده ذنب اذا ابنك او بنتك عندهم وزن زياده، لانه ممكن هالام تكون محضره كل الاجواء، يعني كتعليم كادوكيشن، كانها تامن له الاكل الصحي للولد، بس كمان ممكن تلاقي حالها، انا كيس، انها تلاقي حالها مع ولد عنده وزن زياده سمبلي لانه ما انه مستعد يخفف اكله او يغير، يعني ممكن مثلا رافض الفكره، يعني رافض الفكره، انا بحب الاكل ماني مستعد، يعني حتى اذا كان اكل صحي الكميه بتضلها كبيره، واذا بعتيها معهم على المدرسه ممكن هن يقرروا ينسوها ويشتروا شيء ثاني. بقى اول شغله بدي اقولها للام، اكيد نحن بدنا نحاول، بس بليز حطي عقده الذنب على جنب، خلينا نتعاطى الاسباب. نعم. هلا رجع الولد من المدرسه، اول شغله انا بعطيها هنت صغيره، ما دغري يكون الاكل حاضر على الطاوله، يعني اول شيء بيكون حاضر على الطاوله فيها تحط له مثلا سالادز، انا حضرت هون ما رح احكي فيها دغري، حضرت تشيكن سيزر سالاد، هيدي الاولاد كلها كثير بحبوها، الشباب صح. والصبايا الكبار حتى بحبوها، هيدي السالاد كثير صحيه ما بدها كثير تحضير، مكونه من خس، من بندوره، هي الياف، نعم، دجاج، جبنه، وشويه زيتون. اذا بتتذكروا بس اخر مره شو قلنا؟ ان ثلاث قصص الاولاد او المراهقين هن بحاجه لها، هن كفانربل جروب، 1 ان الكالسيوم، 2 البروتينز، ان الطاقه اللي هي تعطيهم انرجي. سو نحن هون اول شيء حطينا لهم صحن سلاد قلبوا كثير خس وخيار وخس وبندوره كاليب حتى تشبعهم، امنا فيه بروتينز وامنا شويه بارميزان، البارميزان اتز اوكي فينا نكر خفيف. هلا لما يروح على المطعم وين المشكله بهيدي السلاد؟ بالصوص. الصوص، برافو عليكي. مايونيز. نحن هون بالبيت نقدر نستعمل مايونيز لايت. نعم. شويه ثوم مشان السيزر سلاد، شويه حامض،
انت فينا الحتين نخففها نحط شويه لبن زياده وموتارد. هلا بالمطعم بتقولي لي كيف فينا نعمل هيك؟ اذا الولد مقتنع في ياخذ هيدي معه، بتكون امه محضرت له اياه هون المساعده، بياخذها معه بياكل مع اصحابه، بس بيطلب التشيكن سيزر لانه وين ما بتكون حتكون زيت الشيء، بس الفرق بس هو الصوص. تحضير الصوص. صوص اوكي؟ وما يخجل يعني انه اخذ صوص معه عادي. ما شوفي ساشا ليه عم نحكي انه نحن الشغل على على الولد على الصبية خصوصا المراهق. اكزاكتلي لانه انت المراهق بالعكس بيكون فخور بحاله انه انا اخذ قرار وعم طبقه. صدقيني انا عم بحكي باي اكسبيرينس، لما يجوا عندي على عياده ويروحوا على المطاعم بيكونوا مبسوطين انه اخذين علبه الصوص، انه احنا صحيح رايحين مع اصحابنا بس مش حنخربط بالبروجرام تبعنا. اوكي سو نحن قلنا هي بالمطعم، وحتى بالبيت بليز الام تكون محضرت له اول شيء سلاد يقعد ياكل على رواق، بعدين ساعتها بتجيب الاكل. هلا قلنا شو المشكله اللي بتواجه؟ شو بتعمل بالنق النق النق لانه بيكون كثير جعان بيقول لها ما هي عم ياكل حتى دغري، هيدي حاضره بيوصل بلاقيها حاضره. لا مش ما هي شو فكره الالياف غير الفيتامينز والسلاد؟ حتعطيه احساس بالشبع شوي يعني. إيه؟ شو فكره السلاد؟ السلاد فكرتها هي الالياف، حتعطيه شبع، المعده شوي بنمليها حتى نقدر نخفف من كميه النشويات والبروتين والدهون اللي حتجي بعدين. اوكي سو خلصنا السلاد، في حنجيب نحن جبنا امثله معنا. قلنا من المشاكل اللي ممكن تواجهها الام هي انه مثلا ما يحب الدايت، بس افتح برانتيز، الدايت مش ستيك وخضره، مش صدر دجاج وخضره وكل شيء مسلوق. اكزاكتلي لا، اكزاكتلي لا، الدايت هي تنظيم الاكل اوقاته، انه الانسان ياخذ مثلا، نحن عم نحكي عن فئه عمريه فيلنراب يعني بدها احتياجات معينه بالكالسيوم بالبروتين بالطاقه بعدين، مشان هيك ننتبه على هدول المواضيع بدون ما نحرمه، يعني انا ما بعمل شيء على البخار او اشياء حتى تزعجه، اوكي؟ سو هو ما بيحب الخضره، ما بيحب الاشياء هي، بعمل له الاشياء اللي بتحبه، انا جبت امثله معي، اولهم كاسادياز، اوكي؟ الكاسادياز هيدي من الاطباق اللي كمان اللي كثير بحبوها. الكاسادية فيها شغله، اول شيء بالمطعم عم نحكي كمطعم او اذا حضرت بالبيت، الخبزه تبعيتها عاده تحتوي كثير على زيت، نحن عاملينها هون بتشكر الشيف عاملينها بكثير قليل من الزيت، يعني كل وحده في بقلبها نص معلقه زيت زيتون. اند ذن المشكله التاليه بالكاسادية انا سوري حافتحها، هي الجبنه وال 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 والدجاج اللي بقلبها البروتينز. يوجي بالمطعم بيكونوا حاطينها على جريل فيها كثير زيت بيزيدوا يعني صحيح. حتى بتيجي اذا بتشوفوها هي بتكون عم بيطلع منها بخار من الزيت، اوكي؟ عند الجبنه اللي بتكون عاليه بالدسم، سمبلي حضرت الام الخبزه، صدقوني بكل الروسيتات موجود الكاسادياز بقليل من الزيت، الدجاج انشوى، البصله كمان بصل وفليفله، ونحط نتفه جبنه قليل من الدسم، اوكي؟ هي جبنه طاقه انرجي خبز من جوا بروتينز. هلا ما كثير حتفرق الطعمه يعني انه بين الدسامه وبين الشوي هيلثي. صدقيني هلا حتدوقيها وانت بتعطيني رايك، اوكي دو ان دو دو قلنا امنا نحن البروتيين، يعني مثلا حسب كل ولد طوله عمره الفيزيكال اكتيفيتي، مثلا ولد عمره 12 سنه او 13 سنه في ياخذ لنقول ثلاثه، اوكي؟ بعد شوي لنقول صبيه فيها تاخذ اثنين، بس مع السلاد هيدا بكفي. اكيد بكفي. بالكاسادية مثلا احنا عم نعطي الترناتيف، بدل ما نحط ساور كريم اللي هي كلها كريمه فينا نحط توميتو صلصه اللي هي بندوره، اوكي؟ هيدي مثلا مثل. مثل ثاني اللي هو البيتزا كمان. البيتزا نحن هون الست فيها تعملها بقمحه كامله، بتحط فيها مثلا فيها كثير تحط خضره قصص، اذا ما حب الخضره فاين، خلينا ما نحن امنا الخضره بالسلاد، فينا ناخذ مثلا جبنه قليله الدسم. انا عم بكفي، مثلا هون هيدا طبق كلاسيك اللي هو الروستو والبوريه. البوريه بدل ما نحط لها زبده وحليب كامل الدسم، فيها تنعمل بطاطا مع حليب خالي الدسم، الروستو تنعمل حتى نحن هون حاشينا خضره حتى اذا ما بده يحس فيها. اخر شغله حقول عنها، اخر شغلتين اذا عندي وقت، البرجرز. البرجرز مثلا فيها تامن له الست بالبيت برجر، الخبزه فيها تكون من قمحه كامله يعني هول ويت، اللحمه اكيد فيها تشويها، فيها تستعمل حتى جبنه، بس مثلا فينا نشتري جبنه قليله الدسم، اوكي، فينا نحط فيها كثير خضره خاصه. عم نلاحظ الجبنه قليله الدسم داخله بكل شيء، سو من الضروريات انها تكون موجوده لنتبع نظام غذائي صحي للولد. حقول لك شيء، نحن وي ار تاكلينج انواع من الاكل بدها جبنه، يعني هيك اصولها، عشان هيك اوكي ما نحرمه منها بس نجيبها على القليله قليله الدسم، نحن حتى هون اللي عاملينه مثلا وي كومبايند موتزاريلا قليله الدسم، وي كومبايند كمان عكاوي قليله الدسم. سو رحنا على المطعم
الشاب او الصبيه او الولد فيهم يطلبوا برجر، فيهم يطلبوا اللحمه تكون مثلا مش الجبنه المقليه عليها، مثلا نبعد عن كل شيء مقلي. المشكله مثلا بالبرجر هي غير الجبنه، المايونيز فينا نحن نقيم المايونيز، في يروح دغري على الباربيكيو صوص، او مثلا في حط كمان كاتشب او حتى موتارد، هدول كونديما ما فيهم كثير كالوري. صحيح. اوكي مثلا هون قد ايه حسب هو قد ايه عمره، في يطلع له اثنين خبزتين بيقولوا لي ايه بنروح على المطعم بدنا ناكل بس اللحمه حنزهق. لا فيكم تاكلوها كامله مع الخبزه، بس حسب قد ايه انت بدك طاقه. لنقول هو عنده ثلاث حصص نشويات بيطلع له الخبزتين الفوق والتحت، عنده اربع حصص نشويات بنزيد له مثلا حبه بطاطا ما ضروري مقليه، يعني هون بنحاول نفهمه انه المقلي لنقول اذا بتقدر توقف على حجر حبات اللي هي حصه نشويات اتز اوكي. نعم. اوكي او نعوضه على المشوي كمان، بيقدر يطلب مشوي بالمطعم. ميرسي على هاي الكلمه، نعوضه اكزاكتلي. هي كلتشر، كيف انت بتعودي الاولاد بالبيت انه البطاطا يعني طريقه حياه. اكزاكتلي. نعم. ما ضروري تكون على كل وقعه بالبيت. صحيح. انه البطاطا بتجي مثلا ممكن مره بالجمعه اند ما تكون هالتابو انه يا لطيف هي طيبه، ما حدا عم بيقول لا، بس انه بتمرق مره بالجمعه، واذا نحن على ريستوران نحدد كميه. صح. الحبات اللي نحن بدنا ناكلها. حتى سوري اخر شيء، ممكن الغداء يكون ساندويتش، لانه الساندويتش هو بيحتوي على الياف اللي هي سوري هول ويت البريد، هيدا نشويات للطاقه، بقلبها جوا فينا نحط روستو، فينا بقلبها نحط دجاج، كمان هيدا ممكن يطلبوا بالمطعم، بس اجين قلنا يبتعد عن المايونيز، يبتعد عن الجبنه، يروح على صوصات قليله بالدسم. اخر شيء شغلتين بدي اقولها، بليز سوفت درينكس. كثير فيهم سكر، هدول عادة هيك أنواع من الأكل اللي بيحبوه المراهقين أو الأولاد بيحبوا كثير يشربوا سوفت درينكس، فيها كميات سكر هائلة. حتى لو دايت؟ لا إذا دايت ما فيها سكر، بس تل في عندنا فوسفوريك أسيد، في عندنا كراميلايز. شو الأنسب يشرب مع الأكل؟ ماشي مي. مي. حتى مش عصير، لأنه أنا بقول على طول بدل العصير بناخذ قطعة سكويكي. أصلاً كلهم عادة لانا. هي exactly. هي بحسب ما الإنسان بيتعود بتصير لايف ستايل. اكزاكتلي اكزاكتلي هذا اللي عم نقوله. لانا ثانك يو، بنشوفك الأسبوع الجاي كمان بموضوع غذاء جديد. إن شاء الله بإذن الله. ورح ندوقن للكاسادية. أكيد حنحبيهم إن شاء الله. ثانك يو لانا، أهلا وسهلا فيكي. والاحتفالات بالعيد الوطني السعودي ما اقتصرت بس على الأرض، إنما حتى وصلت على الجو، بحيث مجموعة من الشباب السعوديين احتفلوا على طريقتهم خلال رحلة على متن طيران ناس منشوفه سوا. نحمد الله جات على ما تمنى بالولي العام جات للوطن. الإخوة الأعزاء المسافرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قائد الطائرة الكابتن عبد المحسن العريفي ومساعد قائد الطائرة الكابتن عبد الله الغامدي، نبارك لكل الشعب السعودي بحلول اليوم الوطني 84 لمملكتنا الحبيبة. لذا نفخر برايتنا الخضراء، نحن السعودية. أجواء واحتفالات مميز مش بس على الأرض حتى بالجو، يعني مثل ما شفنا هالمجموعة من الشباب السعوديين، والله يديم هالفرحة لأهلنا بالسعودية بهاليوم المميز. دقيقة قليلة مع الإعلان وبنرجع منتابع بقية فقرات ببيروت، خليكم برفقتنا.
الفرحة والعز وحتى السلام اللي حافظت عليه المملكة العربية السعودية. فتحية كتير كبيرة لكل اللي عم بيتابعونا، وما انه عم نحكي عن السلام فتحديدا ايضا ب 21 سبتمبر من كل عام تحتفل الدول باليوم العالمي للسلام، ولبنان من الدول اللي شاركت بها النهار من خلال العديد من النشاطات بالعاصمة اللبنانية وعدد من المناطق. ومعنا مدى ارسلين ناشطة بالمجتمع المدني لنحكي اكثر عن هالنشاطات اللي نظمت خلال هالنهار. اهلا وسهلا فيك مدى. من واحد السلام، سلام عليك وعلى جميع المشاهدين. شكرا لك مدى، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، اهلا وسهلا. 21 سبتمبر من كل سنه العالم بيحتفل باليوم العالمي للسلام، ولبنان ايضا شارك بهالنهار. بنحكي شوي عن رمزيه هاليوم. نعم، يوم السلام العالمي اقرته الامم المتحده بال 81، وبدا فعليا الاحتفال فيه من كل سنه بعام 82. والكل بيعرف 82 لبنان كان عم بمر بأزمة كتير كبيرة من الحرب الأهلية، كذلك كان في الاجتياح الإسرائيلي، كان في انسحاب للقوات الأمم المتحدة، وكذلك كان في اختيار رئيس الجمهورية اللبنانية. واليوم بعد 31 سنة لبنان ما زال بيعاني من الافتقار للسلام. هالسنة كانت المبادرة من الصوت الثالث اللي هي جمعية لبنانية بلشوها المغتربين اللبنانيين بفرنسا، وكان تحت عنوان لحظة وعي. لحظة وعي للشباب اللبناني اللي هلأ عم بيعاني كتير من العنف اللي عم بيعصف بالمنطقة وبلبنان بالأخص. كان التميز لهالنهار هو إشراك الجيل الجديد والشباب وحتى الأطفال بهالنهار. حنشوف هلا بعد شوي كيف اشركنا هون، لكن كانت محطه كثير مهمه لنرجع ناكد على مبادئ السلام، ليش السلام مهم، وهذا مش ترف نحن بحاجه له. لذلك كان هالنهار مهم كثير انه لبنان يحتفل فيه، ونعود نذكر جميع الشرائح وجميع المناطق انه نحن بحاجه للسلام وعم نشتغل، وخاصه بوضعنا اليوم. طبعا طبعا، يعني المؤسف نشوف عبر الوسائل الاعلاميه او حتى السوشيال ميديا اكثر انه الاطفال صاروا عم بيربون على مبادئ الارهاب، يعني عم نشوف عم بيحملون سلاح، عم بيحملون اشلاء. لذلك كان تركيزنا على اشراك الاطفال بغرز مبادئ السلام فيهم. صحيح. يعني غرزنا شجر الزيتون، طيرنا حمام، وكل هالرموز ليحسوا بمعنى طبعاً السلام. طبعاً. الحدث تم تنظيمه بكل المدن اللبنانيه وتحديدا كمان بمنطقه علي. خلينا نشوف كيف كانت الاجواء بهالتقرير. النهار نحن كتير بسرعة حضرنا له، ما أخذنا الوقت الكافي منشان يعم كل لبنان، لكن على الأقل عامم كل المناطق اللبنانية. واليوم ونسبة يلي عم بيصير مع جيشنا، عم نهدي هالنهار هيدا للجيش اللبناني، عم نهدي السلام من قلوبنا وعقولنا لكل الوطن، وتضحيات الجيش اللبناني هي مقدرة عنا، ونحن ضنينين بدمه، وأكيد أنه دم الجيش اللبناني وشهداء الجيش اللبناني راح يفرخ حرية وراح يفرخ استقلال. هيك شفنا بالاجواء كيف كانت بمدينه علي. مدى، خبرينا شوي النشاطات كيف توزعت بالمناطق اللبنانيه. بدا الاحتفال بجبال، كذلك كان في احتفال بطرابلس، بعلي، بحمدون، بصوفر، وانهى الاحتفال ببيروت. بحب بس اقول كمان هون انه مدينه علي بال 2001 اعلنت مدينه السلام، لذلك كان مهم كثير انه نرجع نعمل هالاحتفال بمدينه علي نهار الاحد. حلو. نعم. الكل كان مشارك، حتى اولاد مثل ما ذكرتي، يعني كل نعم. فرد يمكن بالمجتمع حتى نعم. ان كان ولد لازم يشارك من الكبير للصغير. هيدا كثير مهم يكون اشراك جميع الفئات والمواطنين. يعني نحن اليوم
العنف اللي عم نشهده منه سبب، هو نتيجة. السبب هو عدم الجاستس أو العدالة الاجتماعية اللي هي لازم تكون بصميمها المساواة أمام القانون والاحتكام للمؤسسات. لذلك نحن أهدينا هذا النهار للجيش، وعم نأكد على ضرورة الاحتكام لمؤسسات الدولة ليكون حقنا مأمن، لأنه عدم وجود حقنا هذا عم بيولد ثورات وعم بيولد العنف اللي عم نشهده. لذلك نحن كثير بنشدد على الاحتكام للمؤسسات، المساواة أمام القانون، ومنقول أنه كثير كثير يعني الفراغ بسدة الرئاسة لازم يكون له حل كثير قريب. عن قريب. نعم. مزبوط. مدى كناشطة بالمجتمع المدني، هل من نشاطات هلا كمان قادمة عم تتحضروا لها؟ نحن دائما عبر الجمعيات اللي هي مشاركة بالمجتمع المدني، عبر أهدافها بنكون عم نشتغل لحفظ السلام. يعني جمعية لبنان العطاء الخيرية اللي هي كمان تنتمي لطاولة حوار المجتمع المدني اللي الصوت الثالث كمان بينتمي لها، بتشتغل على شيء اسمه Women Economic Empowerment، يعني تمكين المرأة اقتصاديا، اللي هو كمان وجه من حفظ السلام، لأنه وقت اللي تمكنها الشخص يكون قادر يكفي حاله كمان عم بتكون عم تزرع السلام فيه. لذلك نحن على طول السنة كجمعيات عم نكون عم نشتغل على زرع السلام وحفظه. وطبعا للسنة المقبلة في كتير كان في عتب من كتير بلديات انه كان لازم تكون عارفة، كان لازم تكون محاضرة، وهي طالعة بلا تكون محاضرة. لذلك نحن متوقع انه السنة الجاي يكون في احتمالات شاملة واوسع اكتر على المناطق اللبنانية. على المناطق اللبنانية. مدى اكيد متمنيكم كل التوفيق بكل النشاطات اللي رح تقوم فيها. انبسطنا كتير بحضورك معنا، ومهم جدا هيك نهار بالفعل نحتفل فيه بظل هالاوضاع يعني اللي عم نعيشها. وكمان هيك بركي باشراك الشباب، لانه بعرف يمكن فكره السلام بقول لك فكره، هي الفكره بعيده. صحيح. بظل هالوضع. صحيح. اللي عم نعيشه. يعني نحن عم ندعي عبر السوشيال ميديا لهيدا النهار، كان في كثير تعليقات انه انتم عن اي سلام عم تحكوا، هيدا اللي عم نقوله دائما. في هال يعني لذلك نحن عم نقول لهم لا، نحن مش لانه عنا سلام وعم نطالب فيه، لانه مفتقدين السلام وعايزين السلام عم نطالب فيه، ولازم يكون في بالقليله كل سنه مثل هيدا النهار احتفال فيه ونشر السلام مثل ما قلنا. ومثل فشة خلق رح يكون اصلا طبعاً كمان طبعاً على اللي نحن بحاجه له السلام. شكرا لحضورك معنا مدى ارسلان، اهلا وسهلا فيك، انبسطنا كثير بوجودك. وايضا كمان بنرجع بنعيد كل عم بيتابعونا بالمملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني للمملكه، بحيث الانجازات لا تعد ولا تحصى، والى مزيد من العطاء والانجازات والمشاريع بنشوف هالتقرير مره جديده نحن وياكم. إنه 23 من سبتمبر، اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية، يوم صدور مرسوم الملك عبد العزيز بتوحيد أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. في حكم عبد الله ملك الزعامة، ومتعب اللي يسر الصعب تيسير، الحاكم اللي ما تهنى منامة لنا. وللمناسبة رفعت جدة أطول علم في العالم، وبلغ ارتفاع ساريته 170 مترا، فيما يبلغ مقاس العلم 50 مترا بالطول و33 مترا في العرض. ارتفع الغمامة، عيدك لنا عساير عيادنا غير، عيدك فرح وعياد. كما وأصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا لليوم الوطني 84 للمملكة من فئة ريالين، بينما تمت إتاحة كل رحلات الطيران الداخلي مقابل 84 ريالا فقط. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشلم يا دار الأبطال، ويا سلامي عليكم يا السعودية. هذا وشهدت المملكة العام الفائت تحقيق إنجازات ليست ببعيدة عن جهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. ومن المشاريع افتتاح مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، ومشروع سكك القطار الذي يربط شمال المملكة بوسطها وحتى منطقة مكة المكرمة. السعودية السعودية حي روحك الحية.
إلى ذلك هناك عشرات المشاريع الجبارة التي يجري العمل عليها حاليا. بفقرة مكياج وعناية بالبشرة مع خبيرة المكياج نهى معوض، اليوم موضوعنا هو البشرة الداكنة وتحديدا للسيدة الأفريقية وكيفية العناية فيها والمكياج الخاص فيها. أهلا وسهلا فيك نهى. هاي كيفك نبيل؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام ماشي الحال. نهى خلينا بداية نفسر للمشاهدين شو الفرق بين البشرة الداكنة البشرة البيضاء والبشرة للست الأفريقية. هلا هو ليه بشرتهم بتبقى غامقة أو شو اللي بفرق الغامقة شوي عن الغامقة كثير؟ نعم. هي الميلانين الموجودة بالبشرة، وكل ما بتتعرض للشمس كل ما بتغمق أكثر. يعني بدهم ينتبهوا كل شخص حتى بشرته سمراء، ما ضروري يكون شخص بالأصل بشرته سوداء، يعني أي شخص بشرته سمراء هو من الأشخاص للي أكثر إذا تعرضوا للشمس بصير عندهم كلف وبقع بوجههم. نعم. وهيدي كثير بيلاحظوها وبيعانوا منها. نعم. كرمال هيك الميلانين هي اللي بتشتغل وهي اللي بتعطيك السواد الأقوى من غيره. كيف مفروض لكن سيدات اللي بشرتهم داكنة يتعاملوا ويهتموا ويعتنوا ببشرتهم؟ هلا المفروض يحطوا الاكران اللي هو الواقي الشمسي اكثر من غيرهم. نعم. والمفروض يزيدوا في حال كانوا عم يتعرضوا للشمس، سو حتى لو بفصل الشتاء مش يقولوا انه فصل الشتاء ما لازم نحط، سو هن لازم يحطوا اكثر. وحتى طريقة التنظيف بشرتهم لازم تكون بطريقة خاصة، هن عند ثلاث ارباع من الأشخاص اللي بشرتهم داكنة وسمرة بتكون مدهنة، خاصة إذا بدنا نقول مثل الأفريقية والسودان، الأشخاص للي بشرتهم كتير غامقة. سو طريقة التنظيف اليومي الصبح وعشية بتخلي هالبثور للي هي بتفرز أكثر من غيرها بشرتهم. نعم. بخلي هالبثور ما تتراكم على سطح الجلد، سو طريقة تنظيفها بتعطي نور للوجه، ما ضروري يكون الوجه ابيض ليكون مشرق، فيه يكون اسمر بس فيه اشراق بذات الوقت اذا كانت البشره نظيفه. نعم. نهى حضرتي مكياج لصبيتين، رح نشوفهم صوره ونعلق عليهم، رح نشوف الصور سوا. هلا هون عم نشوف جويرا. جويرا قبل ما نهتم لها بشعرها وبميك ابها بنشوفها اول ستيب اللي هي بلشيه، وبنرجع بنشوفها سكند ستيب، بنشوفها اول ما حطينا الفاونديشن وين لازم ينحط. تماما مثل ما نحن لما نحط على وجهنا بنحط بهالمناطق الاشياء الفاتحه، زيت الشيء بالنسبه لالهم بنحط لهم. هون عم نستعمل اغمق لون فاونديشن، هيك بيطلع على وجههم اغمق لون. اغمق لون. هلا في اللي اغمق منه للي عاده بنستعمله للكوركشن نحن لوجهنا، هو اللي بيجي وبينحط على كل الوجه للي بيناسب اذا بدك باقي الوجه. رح نشوف. نعم. بالصوره اللي بعد هي هون نحط على كل الوجه فاونديشن وباودر ونضاف شويه رموش. بدنا نقول لهم للمشاهدين هلا رح بيشوفوا لايف بعد شوي جويرا من بعد ما خلص ميك ابها. طبعا هون عم نشوف ستيب باي ستيب قبل ما نخلص لها على اخر اللوك. نهى مع انه حطينا يمكن كريم الاساس فاتح بالنسبة لبشرتها طلع فاتح، بس ما حسينا في كثير فرق بين رقبتها ووجهها، هيدا الشيء الملفت. هيدا الشيء اللي دائما بننصحه حتى لكل شخص، لو للبشرة البيضاء او للبشرة البرونزية العادي، لما بدنا نفتح المناطق اللي قلت عنها ومرقوا بأول الصورة، لازم يتم التغميق تدريجيا بطريقة انه لما نوصل للجسم ما يبين مثل ماسك وانقطش. نعم. وهون هلا الكاميرا جايه ضاربه مع الضوء، هلا لما نشوفها لايف بنشوف كيف اكثر بعد التناسق واضح. بنشوف الموديل الثاني، هلا بنرجع بنشوفها لجويرا بعد شوي معنا على بالحلقه. نعم. في صوره للموديل الثاني اللي هي ليا. لكن هيدي الموديل الثانيه. هيدي الموديل الثاني، ليا هون كمان قبل ما ينعمل لها شعرها وميك ابها بنشوف تقاسيم الوجه، كيف الاسود بيبقى زايد حد الشفاف، كيف بيبقى غامق على داير الجبين، بيبقى اغمق بكثير من الخدود، على الخدود بيبقى شوي عم احمر شوي افتح. نعم. بنشوفها بالصوره الثانيه ذات الستبس مثل ما شفنا، فتحنا لكن في مناطق معينه لازم نحط عليهم. exactly. كريم الاساس. نعم. بنشوفها بالستب اللي بعد ما حطينا اول ستب اللي هي الفاتحه، هون كيف حطينا لها الفاونديشن على كل الوجه، مع اذا بتلاحظي شويه الغامق منه جاي بني عم السود، بني على اورنج ليتل بيت كرمال. نعم. يقتل من السواد ما يروح على جراي. نعم. وبنرجع بنشوفها من بعد ما ركبنا لها الرموش، هن كثير بحبوا الرموش بميك اب وبيشتغلوا عليهم. نعم. وفي شغله انه الافريقيه ما بحبوا شفافهم الكبار عكس للاسف نحن في بعض من اللبنانيه للاسف.
انه عم بيزيدوها شوي. نعم اكثريه السيدات يمكن بحبوا الشفاف المتحف. حلوين الشفاف يكونوا مش كثير صغار، بس هن بالنسبه لهم كل ما يكونوا الشفاف كبار كل ما بشع السيده، كل ما يكونوا شفاف صغار وما عندها شفاف يعني هي قمه البيوتي عندهم. ما حدا راضي، حتى خدودهم ما بيطيقوهم الا انه معبيين. يمكن معبيين بحبوا يمكن الضعف اكثر. اذا ما نحكي شوي عن الحواجب، تنبلش مفروض السيده اللي بشرتها داكنه كيف لازم تحط اي لون حواجب، ما نحكي كمان على الاي لاينر، ما بعرف قد ايه الاي لاينر او كل القشره بنستعملها فوق العيون، قد ايه معقول تغمق الوجه زياده، شو فينا ننصح السيده بهالمجال؟ بالحواجب بنحط الاسود دائما لان البني عندهم ما بيبين. نعم. البني كانه قريب من لون بشرتهم كثير، سو الاسود هون بيلعب دوره. انما بالنسبه للاي شادو والوان الميك اب بيلبق لهم كثير البيربل والبينك والالوان البرونزيه، تيزينوا خدودهم مثلا بينحط شويه ريد، الريد على بشرتهم واللي مايل على اورنج هيدا اللي تيعطي شوي. نعم. طبعا ما رح نحط لهم برونز لانه ما بيبين على وجههم. نعم، لكن البرونز لازم يبعدوا عنهم ويستعملوا يمكن البلاش كاحمر و يمكن الوان البرتقاليه اذا مزبوط نقول. او ساعتها بده يكونوا عم بحطوا جليتر سيعطوا لمعه وهي هيدي اللي بتحدد لهم خدودهم وبتعطيهم بيوتي. نعم، انه هو اللي عنده سواد بالشفاف هلا يمكن المودلز قطعوا معنا ما عندهم كثير سواد، كانوا شفافهم شوي زهر، بس اللي عندهم سواد شو فيهم يعملوا؟ فيهم يعملوا ما بعرف يدقوا شفافهم هلا أو... بالنسبه للشفاف الغامقه اللي موجوده اجمالا عند اي شخص، اي سيده سمراء او في منهم على الدخان بيصيروا شفافهم غامقين. نعم. اكيد في تقنية للي غير البيبي بينك ليبس اللي حكي عنها للي ناتشرال بينك، بينعمل شيء اسمه بيربل ستوب او براونس لنغير لون لونهم، هول اذا حبوا الاشخاص على طول يضلوا شفافهم بينك بنقدر نشتغل لهم اياهم طبعا، بس بدهم جلستين او ثلاثة حسب قد ايه غامقين. يعني مش بجلسة واحدة يمكن. لا اكيد جلسات بدهم جلستين. نعم، بدنا نشوف النتيجة النهائية، فحبيت تجيبي معك المودلز اللي قطعوا معنا. مزبوط، بنشوف جويرا وليا فو بوفي انتغي. من نتفرج ونشوف متي لي زاكسيسوار، متي لي زاكسيسوار اي لو فولار. هلا بنشوف كيف هن الاكسسوار عندهم نمبر 1 بالنسبه لهم ليبينوا قد ايه هن اذا بدك الطبقه الراقيه عندهم او تيبينوا هن كثير اليغانت. كثير معروفين بالميتال، يعني عندهم العقود والاساور من عندهم طلعت هيدي الايديا تبعول الحلق. نعم، وهيدي الفكره تبعول الاساور. نعم، سو يعني فينا نعتبر انه الاكسسوار شيء اساسي، يمكن بيعطيهم كمان رونق لانه مع البشره. مزبوط، بيعطي رفلي كرمال هيك اللميع على الوجه بيستعملوه لما بدهم يعطوا رفلي. نعم، هلا هن كمان في شغله لما بدهم يجمعوا كل شيء عندهم ثروه هيدي هيك زياده تيعرفوا، ما زال ما يجمعوا المصاري بالنسبه لهم بيعني لهم كثير يكون ذهب وبرونز يكون اللي عندهم اياهم هن اللي بيجمعون، يعني هول هن ثروتهم كلها. ثروتهم بالنسبه لهم هن اهم من المصاري. نعم، لفولار نبدا بالتسريحه. نعم، هلا بالنسبه للميك اب اذا بنشوف وجههم عن قريب بنشوف انه ليا اللي عم بتحط لها الفولار جويرا، بنشوف كيف انشغل على البينك والبيربل لانه هن بالنسبه لهم لبشرتهم اكثر الوان بتلبق لهم هي البيربل، الوان الورديه. مزبوط، الموف. نعم، والازرق مثل ما شايفين على ليا، حتى الموف نهى مبين منيح، مش مبين على بشرتهم قوي. نعم مزبوط، والاي لاينر كمان عم شوف رموش ما هيك، والفوسيل كثير بيشتغلوا عليه. بنشوف نعم. وجه لجويرا عن قريب كمان بنشوف انه اشتغلنا لها على برونز وحتى شفافها هون ليا الروز والبيربل وكمان الحمرة، ما حكينا عن احمر الشفاه. مزبوط، وجويرا انشغلها على البرونز، بنشوف الشفاف كيف انحط لهم. لا هي ليا، هي ليا خلصنا، ليا خلصنا منها. اوكي، عم نحكي عن جويرا. اوكي، جويرا بنشوف وجهها عن قريب انه حاطين لها كله برونز ونيود كلر على اللبس، شوفي شو بيلبق على شفافهم هيدا لانه هن اوريدي الفورم واضح. نعم. مثل كل سيده بننصحها شفافها كبار وحلوين انه فيها تحط اللون النيود مع شويه لمعه هيك فلوتي. نعم، بتعطي كثير بيوتي لوجهها. على كل حال نهى مبينين لمساتك لمسات سحريه، وبتعرفي شو نهى الغريب بالموضوع انه حتى لون الموف كنا عم نحكي عنه ما كنت بتوقع انه على ما بعتقد انه الكل بيعرفها على البشره الداكنه معقول يبين هالقد، يمكن بتحسي انه بدك ما بعرف اي لون ليبين على البشره
وهون ايضا عند ليالا مش ليالا جويرة جويرة كمان حطت لها فوق عيونها كانه على ما بعرف رمادي وهالقد طالع شو السر انه مبين طبعا هلا البيز لما ينحط الكونسيلر بطريقه انه اقدر انا فتح نتفه من اللون الغامق كثير نعم. ساعتها بقدر انا اللون اللي بحطه يعطي جماله اكثر نعم. سو اي مطرح بدي احط لون وحس انه ما عم بيساعدني ليعطي بنحط كونسيلر هذه نصيحه انه فتحي لون الكونسيلر حطي فوقه باودر وفيهم يشتغلوا بالاكوا وهيدي فيهم ياخذوها كمان وفيهم يتعلموا اي شيء حابين ما بيعرفوه بسيشن وحده ساعتها كل سيده باي شيء بتلاقي صعوبه قادره تاخذ الاوتو ميك اب بتصير تقدر تهتم بحالها نعم نهى سؤال بالاخير بس اذا ما نحكي عن الماتيس شو فيك تنصحي للماتيس يعني هلا الماتيس فينا نقول عنهم انه هن شانسوز لانه ايه فيهم جاذبيه ما هم بحاجه لبرونزاج ما هم بحاجه كثير لميك اب سو بشرتهم هي بتجي ميكست بين الغامق والفاتح نعم سو هي يعني هن الجذابين يمكن ما بدهم كثير نصايح بس بتكون كثير بالبقلون وكل شيء اكيد حسب الجمال وحسب غمائه البشره طبعا في ماتيس غامقه اكثر من الثاني هولي لما ياخذوا الكورس بيصيروا يقدروا يعرفوا اكثر شو بيلبقلون اكزاكت نعم ثانك يو نهى على كل التفاصيل اللي اعطيتينا اياها ان شاء الله بنشوفك الاسبوع الجاي فاصل صغير ومن بعده بنتابع بقيه فقرات ببيروت خليكم برفقتنا المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسكر وجدي الله اكبر يا موطني مخلص النية وصلك للملاعب صيتكم عالي للوطن في فنونك مخلص النية وصلك للملاعب صيتكم عالي شايل البيرق اخضر رافع ايديا شايل البيرق اطيب التهاني مجددا باليوم الوطن المملكة العربية السعودية ونحن متابعين باحتفالاتنا وتقاريرنا اللي خصصناها لهاليوم المميز ومنتابع بفقراتنا وصلنا لفقرة رياضية بنفيد فيها كل ست اليوم عم بتابعنا وبعرف انه بمنطقة المعدة تحديدا كتير بتتكدس الدهون وحتى بمنطقة البطن اليوم بعد التمرينات من قبل كوتش إلي أبو طاس رح يفيدنا ببعض الوضعيات اللي تكون مفيدة لإليك وحتى كيف نتخلص من السلوليت كمان تحديدا من خلال الرياضة أهلا وسهلا فيك إلي كيفك؟ تمام ماشي الحال نشاط وسبار و اكيد دايما دايما نهارك هيك ببلش صحيح ليش اللي قديش اليوم عم نشوف يمكن الرياضه بتقدم مستمر مثل كل المجالات دايما في انواع جديده من الاكسرسايز وغيرها على طول في اشياء جديده على طول بتطور مستمر وعلى طول الترينر الشاطر كمان بيضل يلاحق كل هدول القصص كيف عم بتطور حالك اللي بتشارك بدورات يمكن اكيد في دورات بتنعمل برات لبنان وفي دورات كمان بقلب لبنان مع ترينرز كمان كثير شاطرين فعطونا عم نجرب ضلنا نواكب كل شيء حتى نضلنا بالنيفو اللي هو مطلوب تنقدم اجمل الاشياء للتريني ام للناس بيكونوا موجودين طلعنا من الحركات التقليديه الايروبكس كانوا يعملوا قبل صار في صفوف هلا متقدمه جدا صحيح. وحديثه كمان صحيح. للاشخاص الرياضيه صار في تونينج صار في شيب صار في اشياء كثير بتاخذ نتيجه فيها كثير بسرعه ولكل بارت بالجسم صحيح. كمان له اكسرسايز معين مزبوط وهلا صرنا عم نشتغل على كونسبت كمان جديد يعني نحن بنسميه فتنس انوفيشن اوكي بيشتغل بسيستم سينرجيتك على العضل يعني بتشوفي كذا ماسل بارت عم تشتغل حتى تعمل لك وان موف وهذا الموف ما فيك تتخيل قد ايه بيكون عم يحرق كالوريز قد ايه عم تستفيدي عم تاخذي ريزولتا بسرعه اليوم ما ضربتنا على الوتر الحساس اليوم الدهون متراكمه بمنطقه البطن صحيح. بعرف انه هيدي مشكله صعبه كثير نحن كمان كسيدات نتخلص منها بعرف النظام الغذائي بيلعب دور وكمان دور الرياضه لها دور كثير كبير الرياضه توافقني الراي؟ انا 200% معك الاكل صدقيني هو 75% من النتيجه اللي بدك تاخذيها
25% ونحن عم نجرب قد ما فينا نطور هال 25% حتى كمان تكون 75% ب75% حتى تاخذي نتيجه ولا اجمل من هيك. اوكي، شو الحركات اللي رح نشوفها اليوم؟ الحركات اللي رح نشوفها اكيد كل شخص موجود ببيته عم يشتغل، ام حيلا مدام موجوده ببيته عم تشتغل، لازم على طول في عندها اكزرسات تحمي فيهم شوي صغيره قبل ما تبلش حيلا اكزرسايز. وبالمبدا حيلا مدام عندها حيلا مشاكل، حيلا وجع ظهر، حيلا شيء، اكيد لازم تستشير حكيمه قبل ما تعمل هدول الاكزرسات. اوكي، تفضل لميس، نبلش باول اكزرسايز اللي هو كروس لاين بريدج. اوكي، هو وورم اب للباك، بشغلنا كل فقرات الظهر كلهم سوا. اوكي، ايدينا بكونوا جالسين، اجر جالسه، اصابع الاجرين لجوا. الاكزرسايز اللي عم نشتغل هلا نحن كثير مهم لكل عضلات الظهر وحتى كمان للعضلات تبع المؤخره وتبع كل شيء. اوكي، كثير مهمه، نرجع بنبدل الايدين والاجرين. اوكي، رح نشتغل بسيستم، كل العالم بتشتغل بسيستم ريبيتيشنز، يعني كل العالم بتشتغل بتكرارات معينه، نحن بنقول لهم فينا نغير السيستم تبعنا نشتغل بوقت معين، نحط تايمر معين، كل اكزرسايز ننتقل لتاني ستاب لميس بليز. كل اكزرسايز مفروض نعمله كستارت 20 ثانيه كل ميله. اوكي، بهالطريقه بنكون عم نشتغل نحن ريزيستنس على المسلز تبعنا حتى ما يعملوا ووتر ريتنشن، ما ينفخوا الاجرين او ما ينفخوا الظهر او ما ينفخوا المعده. بذات الوقت بكون عم نشتغل حتى نعلي التمبتشر وندوب كل شيء فيه فات وسليوليت فوق العضل. حلو، اوكي، بطريقه كثير مميزه. ثاني اكزرسايز كمان بالورم اب، اوكي، هو روتيشن للباك، بذات الوقت في عندنا انجيج لللاجز حتى يعملوا ورم اب مضبوط. اوكي، بنبدل هالروتيشن، بتشوف كيف عضلات الظهر كيف عم تحمى، وبذات الوقت عم يصير فيها روتيشن بطريقه كثير سهله بدون ما ناذي ظهرنا ابدا. اوكي، بنبلش هلا اول ستاب اللي هي البيزك ستاب مع اللاجز. اوكي، هي السكوات. على طول في عندنا تيبس صغار معقول كثير يساعدونا، اذا بنعلي التوز شوي صغيره وبننزل لتحت ستركتشر والبوزيشن بتصير 100% مضبوطه، فما في ريسك ابدا ناذي الركب تبعنا. اوكي، ثاني ستاب اللي هي الكروس لانشز. اوكي، بنرجع اللاجز 45 دقري لورا تقريبا وبننزل بنضلنا تحت تقريبا 20 ثانيه مثل ما اتفقنا، بنرجع بنبدل اللاجز لثاني ميله. ثاني ميله كمان هي كثير مهم كمان الست هي وعم تنزل يكون ظهرها جاهز. اي يكون ظهرها جاهز، ما تحس بوجع ركب 100%، بس تكون البوستور مضبوطه 100% والانجل اللي عم تشتغل فيه صحيح 100%، على طول ظهرها بيكون محمي وعلى طول عم تاخذ نتائج كثير حلوه. اوكي اوكي، ننتقل هلا لثالث ستاب اللي هي لللاجز من ورا، على طول كل المشاكل بتكون باللاجز من ورا، فرح نشتغل كمان بستاتيك موفمنت، رح نعمل وان لاج ستاند ورح ننزل لتحت، عندنا ثلاثة ليفل. اوكي، هذا بيجنر ليفل، رح يكون الايدين على الارض، اللاجز اللي واقف عليها عم طول عم من ورا هلا، كل اللاجز من ورا، وفي انجيج كمان للباط للجلوز. اوكي، نرجع بننتقل لثاني ليفل بتكون كثير شاده كمان. اكيد اكيد، هدول الاكزرسايز اللي عم نحكي عنهم لان هن سينرجيتك اكزرسايز. هلا هولي لا للمبتدئين، اذا حطيت الايدتين على الارض، على الارض هيدي مبتدئه هلا. اوكي اوكي، انترميديت وان هاند بتعلى لفوق، ادفانس بتعلي الايدتين مع بعض، ما تتخيل قد ايه في بريشر، قد ايه في ماسلز، وقد ايه اللاجز عم يكونوا عم يشتغلوا بطريقه كثير قويه. اوكي، سويتش لاج، هيدي صعبه الوضعيه اكيد، ما هو على طول في بالتراتبيه، بالتراتبيه كيف عم نمشي نحن مع البيجنر، بنرجع انترميديت. اوكي، بنعلي ايد وحده لفوق، بدها توازن كمان، بدها اكيد توازن. ايه، شوف الادفانس قد ايه صعبة، بس بذات الوقت كثير افكتيف، اذا بنعملها 20 ثانية بناخذ نتيجة كثير حلوة. بس بدون ويت، بدون شيء، بلا ويت، سكوات، ما في شيء، كله ريزيستنس، كله ريزيستنس. هلا الفتنس انوفيشن اللي عم نحكي عنها هي توتال بادي ريزيستنس اكزرسايزز، يعني فيك تقولي تي ار اكس كمان. اوكي، اذا مش مجربيتها ولا مرة، اللوكيشن قريبة تبعنا، فيك تطلع تجربي ساعة اللي بدك. وين انتو؟ هون بي دي دي، روف توب، بانوراميك فيو، شيء رائع. هيك مفيش خلقنا شوي، اكيد مفيش خلق. كمان ما نرجع نذكر انه سكور اللي نحن عم نشتغل عليه عن جد انتي ديبرشن، يعني ايه، يعني بتروحوا بتفضوا الستريس تبعكم، بتكونوا كثير مرتاحين. أوكي، وعم تاخذوا نتيجه ولا اجمل، يعني عم تستعملوا انتم النيجاتيف انرجي تبعكم لتعملوا شيب كثير حلوه، وبذات الوقت شو عم نعمل؟ عم نظبط جسمنا وعم نفش خلقنا وعم نتخلص من كل هالستريس 100% والسليوليت وكل هدول القصص البلا طعمه، عم نقدر نتخلص منها بسرعه. حلو، وعم نفل مرتاحين على بيتنا ما دون مشاكل، تعب ولا حدا مشاكل، حدا كثر عليك بالسياره كذا، اخر كثير بنكون رايقين. اوكي، بنكفي كمان بالوضعيات، رح نكفي مع الابز هلا، مع المعده، حركات المعده هلا رح ننتقل كمان، في عندنا كمان رح نقسمهم لكذا مرحله. اول مرحله هي للمبتدئين، رح نكون نايمين على ظهرنا. اوكي، اجر وحده رح تضلها مطويه، هذا الاكزرسايز حتى لو واحد معه ديسك بظهره في يعمله، الايدتين رح يكونوا مفتوحين لورا، رح نعلي الايدين لفوق وبيلتقوا مع الاجر والاجر بقى تعلى بهالطريقه، هي الحركه غلط هلا، ما نخلي ظهرنا على الارض تحت. اوكي، بنعلي اللاجز اكثر لفوق، بنرجع ننزل لتحت، كثير مهم نضلنا عم ناخذ نفس مضبوط، بنعلي اللاجز
بيلتقوا مع الايدين فوق بهالطريقه، بنبدل الاجرين لميز بليز. اوكي هون اللور باك كثير سيف بيكون. فشو ما نعمل لو شو ما كان عندنا مشاكل بالظهر بنكون عم نقدر نشتغل على المعده حتى نقويها بدون ما ناذي ظهرنا ابدا. اوكي كم مره هون لازم تعملهم السيده؟ تقريبا 20 مره. 20 مره اوكي، 20 مره كل ميله. اوكي رح ننتقل هلا لنيفو الادفانس. الادفانس للي هي نحن بنسميها جاك نايف متقدمه. مضبوط، بننزل نفتح ايدينا لتحت ناخذ نفس بنرجع بنطلع فيها لفوق منكب الهواء. كل أوكي؟ عضلات المعده هلا عم بتشد، عم تشد اجباري كل الكور. الكور هي سنتر الجرافيتي تبعنا اللي هي المعده مع اللور باك وبننزل فيها لتحت. بس هذا الاكزرسايز اكيد منه هين، اجباري بده يكون الشخص اللي عم يعمله بمرحله كثير متقدمه بسبور اللي هو عم يعمله، مارس الرياضه لفتره طويله ليقدر يعمل هالحركه 100%. اوكي مثل ما بنعرف عضلات المعده اللي عم نحكي عنها اليوم هي مقسمه لثلاث اقسام. اول قسم هو المعده من قدام، بيرجع عندنا الاوبليكس. رح ننتقل مع الاوبليكس كمان باثنين ليفل. اوكي ايزي ليفل وادفانس ليفل. ايزي ليفل الليفل بعد في 2 مينتس الي يلا بنعلي خصرنا لفوق لميس. هذا الايزي ليفل ستاتيك موفمنت 20 ثانيه. اوكي بنرجع لميس بليز الادفانس ليفل نطلع لفوق. اوكي ذاتس ات. وعندنا اكزرسايز واحد للترايسبس بعد قبل ما يسبقنا الوقت. اوكي رح نكون قاعدين على الارض، رح نرجع الالبوز لورا وندب كوين على طول نطلع فيهم بوش لفوق. اوكي هذا الاكزرسايز كمان بشغلنا الترايسبس بطريقه ليفل رايق منه مأذي بس بذات وقت عم نستفيد فيه منيح وعم نحمل الجسم كمان على صحيح عم نشتغل بوزن جسمنا لحتى ما ناذي مفاصلنا ما ناذي حالنا بستركتشر جسمنا. ستاب اللي بعدها لميس هي ادفانس ليفل للترايسبس. اوكي اللي هي بوش ابس بس كلوز جريب كثير مهمه خلينا نجربها. رجع كل اللي بيعملوا سبور كانوا بالجيم عم برات الجيم وعندهم نيفو كثير حلو اكيد رح يقدروا يعملوها. بنعلي الركب لفوق لميس خلي التوز على الارض بنعلي الركب لفوق ننزل نعمل بوش اب. هيدي هي فابدا ابدا منه اكزرسيس هين. البوش اب العادي مش للسيدات القدمين بيكونوا كروست يعني اي هيدي سهل اي لا هيدي اصعب هيديك ايه بتكون 100%. فهذا نيفو متقدم اكيد نيفو متقدم وعلى طول بتقدم مستمر نحن حتى نساعد الكل للي موجودين ببيتهم للي موجودين معنا حتى ناخذ نتيجه. هول الحركات لازم دائما السيده تعملون يوميا ولا انت بتفضل نريح العضل؟ ماكسيموم ثلاث مرات بالجمعه على طول. اوكي في عندنا نهار ما نتمرن فيه نهار ثاني بنعمل فيه غير اكتيفيتيز، بنعمل فيه سباحه بنعمل فيه هايكينج بنعمل فيه حيلا شيء اي اكتيفيتي نحن بنحبها او اي نشاط رايدنج هورسز. اللي ما لحق يشوف كل هالوضعيات واكيد نحفظها نحن هالتمارين أوكي. فينا نفوت على يوتيوب ببيروت نقدر نرجع نشوف مضبوط. يا فيكم تابعوني على البيج تبعي للي على طول بتقدم مستمر مثل ما بيقولوا. اوكي اللي هي باسمي كوتش الي بوتقاص على الفيسبوك. كوتش ثانك يو سو ماتش وبنشوفك عن قريب يعطيك الف عافيه. ميرسي لامير ميرسي ثانك يو. رح ننتقل لميلان فاشن ويك وتحديدا نشوف مقتطفات من عرض جورجيو ارماني.
الموضة لها حصة كتير كبيرة ببرنامجنا ببيروت، وكمان بنرجع نذكر اليوم تنطلق فعاليات أسبوع الموضة أو باريس فاشن ويك. رح نغطي كل شيء جديد رح يكون بهالأسبوع من موضة وأزياء لمصممين مبدعين، فكونوا كتار وتابعوا يوميا حلقات ببيروت. نحن معيدتنا كمان نرجع منجددها لكل أهلنا بالسعودية، وعم نشوف أكيد تواصلكم مباشرة على الهواء. ما عم بقدر لحق سجل كل شيء على الورقة، مباشرة رح نقريهم. عيد وطني سعيد عليكم يا رب، والله يديم السلام على أرضكم الغالية، من رنا سماحة إذا مش غلطانة. وكمان السعودية عيد وطني، الهاشتاج مثل ما عم نشوف. نتمنى لكل أهل السعودية عيد وطني سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير من عزة بيجو. تواصلوا معنا، حطوا هاشتاج عيد الوطن السعودي. هيك مباشرة منشوف كل معيدتكم على الهواء بهاليوم المميز، ومنجدد تبريكاتنا ومعيدتنا لأهلنا بالسعودية باليوم الوطن المملكة العربية السعودية. دقيقة قليلة مع الإعلان ومنتابع بقية فقرات ببيروت، خليكن معنا. المجد والعلياء مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، واهتدي الله أكبر يا موطني. بالعمل أساسي ضمن مسيرة طويلة، كيف ممكن الإنسان من خلاله يترك أثر إيجابي عند زملائنا؟ الجواب بفقرة أتيكيت مع خبيرة الأتيكيت سونيا صباح. أهلا وسهلا فيك سونيا. بونجور نيفين، كيفك؟ بونجور، منيحة وأنت؟ الحمد لله، كل شيء منيح، اشتقنا لك. نحن كمان، صار لي زمان ما شفتك. سونيا، بدنا نحكي عن الشخص كيف ممكن يتصرف أول يوم، خصوصي بيكون يمكن موتر وخايف وما يمكن يكون على طبيعته، كيف ممكن يتصرف يترك أثر إيجابي عن زملائه؟ 100%، وكلنا بعتقد فتنا هالمرحلة هيدي، يلي أول ما منفوت على الشغل بدنا نعرف كيف نأثر على الأشخاص بطريقة إيجابية، وأكيد حتى يصيروا يوثقوا فينا ويتقربوا علينا. نعم. هنشوف إذا بدك صور كيف أكيد. لازم الشخص يلي ببلش شغل أول نهار، نعم، أو أول أسبوع بالقليلة، كيف لازم يتصرف حتى عن جد يترك هالانطباع الحلو. نعم، لكن سونيا جبتي لنا صور لنقدر نعلق عليهم ونشوف. أوكي، أول شيء الفيرست إمبريشن يلي، نعم، هي دائما بتأثر الانطباع الأول. صح، الفيرست إمبريشن تبعيتك هي الإيمج تبعك، يعني صورتك وشو هي بتتضمن. يعني بتتضمن خلينك الفيرست إمبريشن هي الانطباع أو الايمج تبعك، الصوره يلي هي بتتضمن من ثلاث اشياء، الاي بي سي الابييرنس شكلك، البي البيهافير يعني تصرفاتك، والسي الكوميونيكيشن تبعك يعني التواصل. نعم. اوكي، هون عم نحكي عن الثياب، كيف لازم تلبسي، اكيد لازم تلبسي بطريقه كثير بروفيشنال، يعني عم نحكي حتى لو كان المحل كاجوال فينا نحن نطلع درجه واحده زياده مشان نفرجي انه نحن عن جد جديين بالعمل. نعم. وهن الاشخاص كمان تيتقربوا علينا ويحسونا كمان مهنيين جديين. اوكي، واكيد كمان بدنا ننتبه على كيف منفوت من ندخل المحل. هون الصوره الثانيه حنشوف introducing yourself، يعني كيف لازم نعرف على نفسنا، بالضبط نعرف على نفسنا ونقدم حالنا. اوكي، كثير مهم انه اول شغله نطلع على الشخص بالاي كونتاكت، بعيونه نبتسم له، نقدم حالنا مين نحن، شو جايين نعمل هون، لانه مرات الناس بيطلعوا بيشوفوا مين هالشخص هيدا ما بعرفه. حلو انه نقدم حالنا، نقول مين انا، انا وحدي، انا جديده جاي اليوم بشتغل، حاشتغل مع حدا حدا حدا. اوكي، وفرج الشخص انه وين انا موقعي. اوكي، سو كثير مهم هالشيء ولازم نتذكره دائما. نعم. واكيد البودي لانجويج كثير مهم بهالطريقه.
بعدين عندنا صوتي البادي لانجوج يعني يمكن ما نتحرك كثير، ما نحرك بايدينا ولا نكون على طبيعتنا. نكون على طبيعتنا اكيد، بس بدنا مثل ما قال البادي لانجوج هي اهم شيء اول ما تعرف على شخص، الاي كونتاكت اكيد أوكي. نطلع بالعيون، البسمه اوكي، واكيد الهاند شيك. هدول الثلاث اشياء كثير مهمين اول ما تتعرفي على شخص، لانه حتى تفرجيه انت فريندلي وانت بتحترمي على الشخص. نعم، لكن السلام والابتسامه ولا اي كونتاكت كثير مهمين. هلا ثالث شيء، الصوره الثالثه عندنا دائما ما تخاف انه تسال اسئله اوكي، لانه في كثير مرات ناس بيقولوا هلا بيقولوا عني انه ما بفهم او ما بعرف شغله اكزاكتلي exactly. سو كثير مهم انه دائما نسال اذا ما بعرف، لانه يمكن انا اعرف هيدا نوع الشغل بس ما بعرف كيف سياسه المحل او سياسه الشركه. سو كثير كثير مهم دائما دائما اساله، بليز ما تخافوا، اول فتره لازم دائما نسال اذا ما بنعرف. هلا اكيد مش كل دقيقه يعني في طريقه، بدي اسالك في طريقه للسؤال، لانه يعني في طريقه معينه كنحن جداد على الشغل لازم نسال فيها او نسال شو ما بدنا؟ لا اكيد بدك تنتبهي كيف تسالي، يعني مش بصريخ او ليك دخلك كيف بيعملوا هالشيء. لا ما كثير ناخذ وجه، ما ناخذ وجه بالضبط. لازم نقرب لعند الشخص نقول له مثلا هيك كيف تنعمل او عم بعملها مزبوط، حلو كثير بهالطريقه نفرجي انه نحن كمان مبسوطين بشغلنا وبدنا نعمل افورت، بدنا نعمل نعم. جهد نعم. اوكي اكيد في عندنا ليرن your mistakes، يعني تعلم من اخطائك، ما تخاف حتى لو عملت خطا، ما تخاف انه حيطردوك او يطلعوك من الشغل بليز، لانه نحن ما بنتعلم غير من اخطائنا. سو نعم. So, معلش اذا عملنا شوي اخطاء، بس اكيد اكيد فرجي انه انت ما بترجع تعيد على الخطا هيدا، انه اذا قالوا لك شيء تعلم من هالشيء وما ترجع تعيده يعني. نعم. اوكي، لانه اذا عدته هيدا في شيء غلط. هلا مرات غلط ومنعيد بالضبط. هيدي هون في شيء غلط. يعني ما عم بفهم كثير شو عم بيصير. مفروض دائما اكيد نتعلم من اخطائنا وما نرجع نعيد الخطا. اوكي، في عنا اكيد تيك نوتس، هيدي كثير حسيتها في ناس مرات انه دائما لازم ناخذ ملاحظات. نعم. ملاحظات، يعني مرات بتكوني قاعده عم بفسر لك شخص وانت عم تقولي له ايه ايه ايه، ما انت متوتره بعده اول نهار. صحيح. بليز خذي نوتس، ما حتتذكري كل هالاشياء، حطيهم على ورقه، حتى لو قال لك مثلا بريس بي او بريس اي، خذي هالملاحظه وحطيها على ورقه. نعم. لانه كثير بتساعدك بعدين لما تكوني عم تعملي الشغل. بعدين من بعد اسبوع يمكن بتكبيها للورقه لما تكوني استعملتي كل هالاشياء. اخذنا جو وبلشنا نصير مرتاحين اكثر وعلى طبيعتنا. بالضبط. نعم. اكيد في عنا جودي اكسترا مايل، يعني اعملي زياده عن المطلوب منك بس لاول اسبوع او اسبوعين. نجي ابكر. برافو. دائما دائما لازم نجي ابكر دائما، يعني اذا قالوا 9 تعي 9 الا ربع. 9 الا 10 ايه. الا ربع. اوكي احسن. بعدين فينا نزعبر. بعدين فينا مش نزعبر، لا بيكونوا تعودوا عليك وبيعرفوا، بس اكيد بدنا نضلنا اون تايم، يعني هيدا نعم. كمان ضمن الشغل تبعنا. ونترك كمان اول اسبوع هيدا، نترك يمكن بالقليله ربع ساعه او نص ساعه من بعد الوقت حتى نفرجي نحن قد ايه عن جد عم نحط جهدنا بهالشغل. سو كثير مهمه كمان تعملي هالامبريشن. ما بعرف، بلكي انه اول جمعه تصرفتي هيك بعدين يمكن يحسوا انه بلشتي تجي ابكر تفل مؤخر اكثر بعدين تغيرت، ما بعرف اذا هذا الشيء. لا مثل ما قلت لك اهم شيء انه نعمل الشيء مزبوط، بس اول اسبوع اسبوعين نعمل هالجهد الزياده، يعني هذا الانطباع يمكن. صح. ككل. برافو. الانطباع اللي لازم 100% نتركه. 100% سو كثير مهم انه تعملي هالاكسترا مايل، تساعدي زملائك وحتى تفرجيهم انه انت عم تجربي مشان تتعلم الاشياء، عم تعطي كمان زياده وقت اكسترا تايم كرمال. اكزاكتلي. بعدين شو تيم سبيريت، يا الله كثير مهمه هاي عن جد. في مرات بنشتغل بنفكر لحالنا. صحيح. مع انه بنحب شغلنا وكل شيء بس كانوا عم نشتغل لحالنا، مفروض دائما يكون في تيم. نعم. يعني نفكر بالتيم، نفكر بالفريق اوكي، مش دائما لحالي انا انه خلصت شغلي يعني كثير منيح، ما بدي افكر انا بدي اتعامل مع هذا الشخص تيمشي الشغل كثير منيح. بدون التيم حيمشي الشغل بس مش مثل ما مفروض يمشي. سو بليز هيدي كثير ننتبه عليها، انه نضلنا مثل تيم نشتغل مع بعض كتشين، يعني مش لحالنا، يعني ايد وحده ما بتزقف مثل بالضبط. بالضبط. واكيد في عندنا الافويد اوفيس بوليتكس، يعني ننتبه على سياسه المكتب. مرات بيكون في، بتعرفي في عندك ناس لقلقين، في ناس مثلا بحبوا انه يصرخوا، خصوصا اذا حدا جديد يمكن. بالضبط. بليز ما نفوت فيها،
أكيد. حتى لو جاء عبالنا نعرف ايه شو صار مع هيدا وشو صار مع هيدا، وخاصة اذا جديد يعني انت ما في شيء عم حدا عم يحكي عنك، اوكي خلينا ما نفوت بهالشيء حتى بعدين. حتى بعدين هيدي يمكن نصيحة ل دفنتلي لانه عملنا عنا وقتها جوسب اتيكيت انه بليز حتى بعدين ما نفوت فيها. هلا مرات هيومنز بفوتوا فيها، بنجرب نكون واعيين على هالشيء وما نجرب نفوت بهالشيء. اوكي اكيد ما هيدي الليسنينج دائما نسمع. بليز خلينا نسمع. بدي اقول كمان عن اللي قبل انه don't mix personal with work، يعني ما نمش ما ناخذ امور شخصيه. نعم ما ندمج الشخصي مع الشغل، يعني ما ناخذ التليفون بدي اطلب تيك اواي او مثلا بدي احكي مع حدا او بدي احجز الموفيز، ما نعملها هاي خاصه اول فتره بفوت على الشغل. اوكي اكيد نسمع، دائما نسمع، خلينا عم نتسمع بدون ما نحكي كثير. خلينا نسمع وناخذ ويعني كل الاشياء اللي عم بتصير حوالينا حتى بدون حكي، فينا بس ندرس شو عم بيصير حوالينا. نعم. اوكي بالبودي لانجويج كمان تبعنا، واكيد شو ابريشيشن، يعني فرجي انه نحن عن جد بنقدر هالاشخاص اللي عم يساعدونا اول فتره عم نفوت فيها بالشغل، يمكن يكون مديرك، يمكن يكون اصحابك، زملائك. بليز عن جد قول اولويز سي ثانك يو وبليز. نعم. هي كمان كثير مهمة دائما بسمعها منك انه لو قد ما اخذنا وجه على شخص دائما نقول ميرسي وسيلفو بلاي. لو بتشوفي عن جد كثير بتساعد. نعم اكيد. والنبره، نبره الصوت، يو نو لو بتقولي بليز قوليها بليز عن جد يو مين ات، يعني مش بس بليز مش هيك. بليز هيك انه بليز اعطيني من القلب. من القلب بالضبط بالضبط. وثانك يو اكيد كثير كثير مهمه دائما لما تقولي لشخص بعد مبلش وعمل شغل مزبوط قلتي له ثانك يو عن جد حيحس واو. اوكي كثير مهمه. واخر شيء ما ناخذ سبوت لايت، ما نعمل نحن مثل كانه ستار باباراتزي فتنا على الشغل فهمانين اكثر من غيرنا، بليز ما نخليها نعملها هاي. حتى لو عندنا اكسبيرينس وحتى لو كثير شاطرين خلينا نضلنا لو بروفايل اول فتره. نعم. يعني حتى الناس يبلشوا يحبونا، يبلشوا يتقربوا علينا، يعرفونا بالقليله من نحن. نعم. سو خلينا شوي بلو بروفايل. أكيد. ما نعمل ما دغري نفوت انه نحن بنعرف كل شيء. نعم طيب سونيا بالنسبه للمدير او المسؤول عنا كيف ممكن هيك نتصرف معه بطريقه نفرجي على الكفاءة اللي عنا إياها ولا؟ أوكي. هيدي الشق أكتر التاني هي عن المدير كيف لازم يتعامل مع الأشخاص يلي بعدهم مبلشين جديد. نعم. لأنه هاي كمان بتأثر على الشغل. قد إيه بيعطينا بوش كمان إنه نحن نعطي من كل قلبنا 100%. هيدي كتير مهمة وبتفرجي. نعم. هو قد إيه قائد كمان. نعم. أول شيء أيضا كمان صور خلينا نشوفهم نعلق عليهم. أوكي. اول شيء الجريتينج، ويعني لازم هو يرحب بطريقه انه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالشركه، نحن هون مبسوطين انه فتي معنا عم تشتغلي معنا. هاي كثير مهمه. اكيد يعرفك على كل الزملاء لانه انا بحس مرات في شركات بتضيعي ما عادش بتعرفي وين انت قد ما يكونوا كبار الشركه بتكون. نعم. كبيره. اوكي واكيد تقولي للشخص الاشخاص اللي موجودين الزملاء تبعوكم انه مين هالشخص وشو حيعمل ومين حيكون معه سوبر سوبرفايزر. اوكي وخليهم يعرفوا ويرحبوا فيه كمان بالطريقه المضبوطه. في كمان تنعمل كميتنج، فيها تنعمل كميتنج بس احلى البيرسونال ابروتش وين انت بتعرفي كقائد. نعم. او كبوس بتعرفيها للشخص الجديد مثلا على زملاء جداد. اوكي ثاني وحده. اوكي بدنا نقول للشخص انفو معلومات، بدنا نعطي معلومات لهالشخص الجديد يعني الجاي. مش يفوت الشخص وما بيعرف شيء او بده يسال ما بيعرف حاله مين بده. برافو. يسال كثير مهم انه نحن كقائد نقول له المعلومات، نقول له شو هي التفاصيل اللي لازم يعرفها، اللي لازم وين يقعد، يو نو كمان هيدي مهمه انه نقول له وين حيكون لانه مرات بتفوتي بتحسي حالك ضايعه ضايع بيقدر وبالتالي هو الشخص ما بيقدر يعطي لانه بيكون ضايع. بيطلع الغلطان كمان. صحيح. بيطلع هو الغلطان وهيدا غلط لانه انت ما قلتوا له كيف بده يمشي. سو هي كمان مهمه انه نعلمه للشخص او نقول له شو هي التفاصيل اللي لازم يعرفها. وهون كمان بدي اقول تريننج، تريننج كثير مهم لاول اسبوعين. يعني انا بانجلند لما كنت اشتغل اول اسبوعين كان يستثمروا بالناس اللي جايين جديد يعملوا لهم تريننج لاسبوعين. صور يدفعوا لك. نعم ضروري اكيد. وزيت الوقت يعملوا لك تريننج لاسبوعين ما عم تشتغلي لاسبوعين، ليه؟ لانه عم يستثمروا فيك. صحيح. عم بيشوفوا انه انت عندك مستقبل معهم وهيدا بيعطي كمان. صحيح. لك انت بتصيري تعملي اكثر شغل. اكيد. سو كثير مهم هاي الاسبوعين او بتقعديه مع الشخص اللي يمكن اكسبيرينس اكثر او بتقليله لاسبوعين بتعلميه كيف لازم ذا روبس، يعني بتعلميه كيف لازم يعمل شغل بطريقه مضبوطه وكمان كيف الشركه. نعم. بتتقبل الشغل. اوكي اكيد. ثالث صوره كمان امباور، هيدي امباورينج يعني تعطيه
القوة، تعطيه السلطة، يعني مش كل الوقت خليه مثل كأنه بعده مبلش، بعده تريني، بعده ستاج، لا، خلينا نعطيه شوية بوش. يعني مثلا لنقول بمحل انه نخليه يعمل هو قرارات صغيرة، يحس حاله يعني يمكن يعطيه شوية مسؤولية، لو كانت مسؤولية صغيرة هذا الشيء بيعطيه دافع انه يعطي اكثر ويحس انه هو صار من اهل يعني كل اسبوع اذا اعطيتيه شوي حيحس حاله انه عم يعمل منيح، وبزيت الوقت بيتشجع اكيد انه بده يعطي اكثر واكثر. اكزاكتلي. كثير مهم اكيد ثاني صورة انه دائما نعمل ابريشيشن، نقول لهم ريورد، يعني نعطيهم مثل كفاءة انه برافو، ذيس از جود، شطور، يعني ذيس از جود، جريت جوب، هيدي وثانك يو. هي كثير كثير مهمه لانه الشخص بصير يعرف حاله عن جد عم يعمل شغل مزبوط، وبذات الوقت بصير يعمل اكثر واكثر يعني جهد. اوكي، يعني دائما بده يسمع ولو كلمه صغيره، كلمه حلوه ممكن كمان تعطيه دافع مثل ما كنا عم نحكي. 100% اكيد. بس بدي اقول كمان انه لازم نكون كثير، هيدي هي، لازم نكون كثير صبورين. نعم. صبورين مع الشخص، هيدا بعده جديد يمكن يعمل خطا، لازم نعطيه تشانس، سكند تشانس، يمكن نقول له بطريقه حلوه اكيد انه الطريقه اللي لازم يعمل فيها، يمكن الصبر كثير مهم بهالشيء ونسمع له. نعم. بليز كمان للليدر لازم هو يسمع، للباس لازم يسمع، للناس يلي حواليه اللي بعدهم بلشين جديد. نعم. اوكي. وفي عنا بعد هون لما بيعمل خطا كيف لازم نقول له بطريقه حلوه. برجر. ايه هلا فرجيكي شو هي البرجر. رجعت لهي. اوكي، هون شفناها قبل بس هي الافكت افكتيف فيدباك، يعني كيف لازم تعطيه للشخص ملاحظه بطريقه ايجابيه. اول شيء فوق الساندويتش، فوق البريد، هي بتعطيه كومبلمنت، بتقولي له والله انا شايفه انه عم تعمل شغل كثير حلو اول ما بلشت، وعن جد يعني كثير كثير حلو. بالنص نعطيه وين عم يعمل الغلط، بس بدي اياك مثلا هيك هيك تعمل. كمان كيف بدنا نقول الخطا؟ بدنا نقولها بطريقه حلوه، كمان ما فينا نصرخ عليه. نعم. اوكي، او نقول له انت مش منيح، او ننزل فيه. وثالث شيء بنقول له والله انا شايفه انه عن جد عندك مستقبل هون، وحنشتغل بطريقه حلوه، نعطيه البوش هيدا، لانه هيك الطريقه الانسان بصير هو يعمل شغل احسن. نعم. اوكي. نعم. واخر شيء، اذا اخر شيء كمان ليد باي اكزامبل، يعني ما تقول شيء انت كبوس وتعمل شيء ثاني. نعم. ما تقول له انت لازم تسمع للناس وانت تعمل شيء ثاني، ما تقول له لازم تكون رايق وانت تصرخ وتعيط. اوكي، سو كمان بدنا ننتبه كثير انه كبوس لازم عن جد من اول ما يفوت الشخص على الشركه لعنا، اكيد لانه هو رح يكون كانه المثل الاعلى. بالزبط. للشركه او للمؤسسه او محل الشغل، فما في ما يطبق الاشياء اللي عم يطلبها من الموظفين لانه هو بالنهايه المثل الاعلى. قد ايه بتلاقي سونيا سهل تطبيق هالاشياء اللي حكينا عنها؟ اذا اول ما تفوتي حتكوني مرتعبه، بس هيدي حتساعدك. نعم. عن جد اذا لحقتيها ستيب باي ستيب حتساعدك انه عن جد تكوني اروى، تصيري مضطربه اقل، وتصيري تشوفي الاشياء يس انه بتزبط. انا قلتها هي لانه انا عملتها. نعم. اوكي، مش بس انه بحطهم كستبس انه لازم تعملهم، بس انا عملتهم ويمكن تعلمت في منهم كثير، تعلمتهم من الاكسبيرينس. نعم. سو بليز اذا لحقناهم ستيب باي ستيب كثير نستفيد، وحنستفيد كمان انه نفوت على شغله وننبسط فيها لمدى الطويل يعني. نعم. ثانك يو سونيا، ثانك يو لحضورك معنا، وان شاء الله بنشوفك الاسبوع الجاي مع موضوع كمان جديد. وهلا رح نروح مره جديده، بننتقل لعاصمه الموضه ميلانو، وبنتعرف على مجموعه فيرزاتشي اللي اطلقها باسبوع الموضه. We'll be right back.
من عالم الموضة إلى عالم الموسيقى، ورح ندخل بهالفقرة ونستمتع مع جلسة عود مميزة مع ضيفنا عازف العود عفيف مرهج. أهلا وسهلا فيك عفيف. ميرسي، شكرا لك ساشا. كيفك عفيف؟ الحمد لله بخير. كيف تمام. كيف بلشت علاقتك مع آلة العود تحديدا؟ ليش اخترت هالآلة؟ يمكن علاقة شوي غريبة بلشت، مثل أي شخص بيشوف شيء غريب، وبالتحديد آلة موسيقية بس كان يشوفها على التلفزيون، فبقى شفت الآلة قدامي صار عندي روح الحشرية بدي أمسكها وشوفها للآلة استكشفها، وخصوصي كانت مكسورة مكسورة آلة العود، وبقى ما يعني كنت عم بتعرف على شكله للعود، وهيك يمكن الحماسة والحشرية خلتني اشتري الآلة هيك بمعارضة شوي، كانوا أهلي معارضين. رحت بالسر. وكنت هاوي يمكن بوقتها بعد ما تخصصت يمكن بالعزف. إذا بدك قبل ما أتعرف على الآلة، نحن بعيشين يعني بيتنا جو موسيقي، فبقى بي كان يغني الله يرحمه، وأهل أمي وأهل بي محبين للموسيقى ومتذوقي موسيقى، وكنت رتل بالكنيسة كمان بذات الوقت، فبقى بجو فني. صحيح بالضبط، يمكن ما فيش عازفين بس بي مغني ونسمع موسيقى دائما هيك، وهالشغله اذا بدك يعني من تركيبتي من تركيبتي انا كشخص الموسيقى. بالاول بلشت شوي كهاوي، يعني تعلمت ادرس خصوصيه لحين وتابعت، صرت انا اجتهد مني لحالي بالدراسه، لبعدين التحقت بالكونسرفاتوار الوطني هونيك تبعت الدراسه تبعيتي. ليش عفيف قليل ما نشوف يمكن جلسات عود بس هالآلة لحالها من قبل عازف عود؟ يعني قليل لتلاقي هيك جلسات. ممكن تلاقيها هيك جلسات، يمكن شوي بالوطن العربي، يمكن شوي، مش بالضروره انه ما تكون معدومه ابدا، بالعكس في كونسرتس، في بصير في يعني عروض موسيقيه لآلة العود كسوليست فيرتيوز بيقدم هالعمل، بس قليل يعني. قليل، يمكن شوي هالحفلات عم بتكون او هالامسيات، يمكن شوي الاعلام شوي مقصر، يمكن بالاضاءه عليها احتمال، فقال يمكن شوي الاعلام اذا بيضوي عليها هيدي القصه، وبصير في او الحضور دعم. يمكن عم بيطلب اذا بدك فرق موسيقيه اكثر، لا بصير تنوع موسيقي، لا دائما بصير في طلب انه لآلة العود. ما حضرتك بتعرفي كمان اوقات الترويج، الميديا بتلعب دور كبير بترويج هالمساله، وفي ناس كثير بتتذوق لآلة العود وبتسمعها، يعني بيطلع مع ناس بيكونوا حاطين بس عود حابين يسمعوا بس عود. صحيح. بالسياره، وهذا الشيء انا من هالناس يسمع. يعني بس كنا عن جد معصبه وفي اذاعه يعني لبنانيه هيك خلص بحط بتضلها تحط عازف عود وبتضوي اعصابنا. دليل على اللي عم انا هلا. عفيف شو بدك تسمعنا هلا من عازف؟ وكمان بتتمتع بصوت جميل ولا بس تعزف؟ الحمد لله ايه، صوتي منيح. هلا رح تعزف وتغني ولا بس عازف؟ خلينا نقدم بالاول شوي، انا لانه كعازف عود اوكي بنقدم شيء معزوفه موسيقيه، مقطوعه موسيقيه. يلا. هيدي المقطوعه هيك صار لي عم دندنها فتره، هي ذكرياتي من معزوفه مؤلفها الموسيقار محمد القصبجي. تفضل. Thank you.
عفيف حتى انتو عم تعزف عم بتحس بالمعزوفة اللي عم تعزفها قديش هيك مثل كأنكم روح وحدة يعني انت والعود بتطلع من كيانك خلص بتفوت بهالمعزوفة بعالمها الخاص طبعا من دون شك بدك يعني بتصير يعني حالة انصهار بينك وبين الآلة بدك تعيشي اللحن لحتى تعيشي اللحن لأنك انت إذا عم تقدمي اللحن كأنك عم بتعبري بالكلام بدل ما أعبر بالكلام أنا عم جرب أعبر بالنوتات اللي عم بالنوتة وبالإحساس كمان اللي عم بتوصله عفيف هلا في شيء عم تحضر له بتشارك عادة بحفلات إلى جانب فرق موسيقية أو مع فنانين ولا سولو أمرار بتكون لحالك؟ لا أوقات ممكن يكون لحالي وأوقات بكثير من البروجرامات التلفزيونية أغلبية البرامج التلفزيونية اللي بتصير إذا بدك شغلي متجه أكثر يمكن ما يسمى الفن الملتزم يعني اوقات كثيره مع السجاهدة وهبي مع فنانه غاده شبير مع فنانه ريما خشاش واغلى يعني بوجه لهم تحيه للكل مشتاقين لهم كثير من دون شك يعني هن فنانات وصديقات وكثير قريبين وعزيزين على قلبي هلو عفيف على كل حال الوقت بمر بسرعه وان شاء الله اكيد كمان بحلقات قادمه بيكون الوقت معنا اطول لنسمع صوتك لانه كثير هيك كنا حابين نسمع صوتك ان شاء الله بحلقات قادمه اذا الله راد وشكرا لحضورك معنا وعلى هالمعزوفه هيك نقلتنا الى جو خاص انا بشكرك على اتاحه الفرصه لإلي وانا انبسطت كثير كمان وسررت اني شفتك اهلا وسهلا فيك عفيف شكرا لحضورك معنا واحتفالا باليوم الوطني السعودي ال 84 تراقصت نافورة دبي بعمل ابداعي على انغام النشيد الوطني السعودي ويؤديها الفنان يؤدي الفنان الاماراتي الرائع حسين الجاسمي خلينا نتابع سوا شارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رتبي الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الهدي للعدل والوطن شارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رتبي الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الهدي للعلم والوطن دمت يا وطن الامن والامان ودامت الافراح باليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه. متابعينا بفقرات ببيروت ووصلنا للفقره الاخيره ولكن دقائق قليله مع الاعلان وانضموا لنا بعد هالبريك بنحكي عن اهميه التيم ورك ان كان بالشركات وبالعمل تحديدا، تابعونا بعد هالفاصل. المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني احترقت في نيران الخيانة جرعت مرارة الظلم انت قتلتني من 20 سنة وهلأ أملها الوحيد الثأر بدك ترجع تقتلني مرة تانية فهل الانتقام قادر يطفي لهيب غضبها؟ أنا بعد ما أخذت حقي مني العائدة بدي أقضي عليه أقضي عليه هو وعائلته أنا رح أرد لك حقك العائدة يوميا الساعة 9 المساء على الـ LBC
حد على اللي قالوا كان كل حاجة أغلى حاجة كان الاسم حبيبي. إنتاج وتوزيع روتانا. روتانا تقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك فنان ملحم زين. الفنانة يارا. الظاهرة الفنية باسم فغالي الأحد 5 أكتوبر تشرين الأول في فندق لو رويال الطيب. هل هو كائن من الفضاء الخارجي؟ عصفور بغرد باللغة الألمانية؟ أو فكرة بتغير العالم؟ أو يمكن معقل الكوميديا الأمريكية؟ كونان كل هالمجموعة وأغرب من الثلاثة للجمعة الساعة 11 المساء على الـ LBC. ومستمرين بهالاحتفالات باليوم الوطني المملكة العربية السعودية ومنتقل إلى الإمارات. رح نشوف صورة اليوم نحن وياكم، حيث احتفاء باليوم الوطني السعودي تم وضع صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على برج العرب، وكتب تحت مبروك اليوم الوطني السعودي. فألف مبروك لأهل السعودية، والله يديم هالأفراح دايما، ودمت يا وطن الأمن والأمان. رح ننتقل مباشرة لبرنامج سيدتي مع الزملاء لنتعرف لليوم شو مخصصين من فقرات لحلقتهم. مسي بالخير هدى أم فرح. هدى مساء الخير. يا هدى مساء الخير. ساشا شلونك؟ الحمد لله، طمنينا عنك. اليوم يا ساشا احتفالات كبيرة، اليوم برنامج سيدتي يحتفل بالعيد الوطني السعودي من خلال حلقة خاصة جدا ومميزة. طبعا فقرات منوعة راح نستعرض من خلالها انجازات المرأة السعودية، وراح يشاركنا فنانين عرب وسعوديين فرحتهم. شعر وفن كذي راح يشكر الجميع الوطن من خلال حلقتنا الليلة. أدعو كل مشاهدين برنامج ببيروت ينضمون لنا بعد قليل على روتانا خليجية ويتابعون هذه الحلقة الخاصة. الكثير من الفنانين الكبار والنجوم راح يكونون معنا، أدعوهم جميعا ويعطيكم ألف عافية كل فريق برنامج ببيروت. شكرا يا هدى، موفقين بحلقتكم لليوم ببرنامج سيدتي. ومنتابع كمان ببرنامجنا ببيروت، وباخر فقره لليوم بنحكي عن عمل فريق او التيم ورك، والتدريب عليه هو محور لقائنا بهالفقره مع ضيفتنا مدربه متخصصه ببناء الفريق رولا عيد صوان. اهلا وسهلا فيك رولا. اهلا فيك. دائما بنحكي عن اهميه العمل الفريق او التيم ورك، كيف فينا هيك نفسر اكثر هو ما معناه؟ عمل الفريق، وقت نحكي بفريق يعني عم نبني فريق عمل كامل متكامل. نعم. بكون تجمع عدة أشخاص بعدة مهارات ونقدر نوصل لهدف واحد معين، وون تارجت يعني نوصل له. الفريق فيكون مش بس بشركات، فيكون بحياتنا اليومية، بحياتنا المدرسية، بالعيلة، بكل النواحي، وحتى بحياتنا العملية. لانه حتى وقت نكون بالبيت، ست البيت عايزه مع جوزها واولادها يكون هدفهم انه البيت يضل مرتب، يضل نظيف، نقدر نشتغل. فكل واحد بيعمل مهام معينه مزبوط تنقدر نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها.
منشان هيك هلا شوي عم نلاقي صعوبات، لانه صرنا كتير كل واحد منا قاعد قدام اللابتوب تبعه يا اما الباد تبعوله، فما عاد بقى في تواصل، ما بقى نشتغل كفريق نتعاون كلنا سوا، كل واحد صار قاعد كوكا اذا وعنده بدنا بعالم لحاله بعالم لوحده، فما عدنا عم نعرف نشتغل مع بعضنا، وهيدا عم بأثر بحياتنا المهنيه. منشان هيك عم بلش نرجع نشتغل على الاولاد من هن وصغار، نساعدهم ونفسر لهم انه في شيء اسمه مهاره الفريق، نشتغل كفريق كلنا سوا. نعم، رولا، ليه مرات بنعتبر انه فريق او العمل كفريق معقول يسبب لنا مشاكل؟ لانه بكون الفريق بيتضمن عده اشخاص. نعم. وايام اذا عم نشتغل كشركه مثلا نحن، الاشخاص بكونوا غير متجانسين، يا اما مش كلهم ذات الكفاءات، مش كلهم ذات العقلية، هن ببيت واحد ايام بيختلفوا، فكيف اذا كل حدا جاي من محل من باك جراوند معين من كلتشر معينة فما عنده الفكرة، فاذا ما كانوا عن جد عندهم هدف واحد وكل واحد عارف وين بدهم يوصلوا وشو الجوب ديسكريبشن شو لازم يعمل تيقدروا يوصلوا لهالهدف، تخبص بصير في كذا راس. نعم. وساعتها بصير في مشكلة، لأنه دايما بالفريق لازم يكون عندنا ليدر، لازم يكون عندنا شخص هو قائد. يمشي قائد. نعم. هو يمشي هالفريق بطريقة ذكية ويسلم للأشخاص الموجودين معه أنه إذا وظيفة معينة اللي شاطر فيها يضل ضمن هالإطار، هو ما يتعديها. مزبوط، مثلا إذا أنت شاطرة كتير بالرسم ونحن بدنا نعمل لوجو، وشاطرة كتير بالكتير سو حدا بيعمل لوجو الثاني بيعمل الكتيبة الموتو تبع الشركة يا مواتب. نعم. رولا، عادة كيف بتساعدوا إن كان الشركات أو الأفراد، شو النشاطات يعني هيك بشكل مباشر بتقوموا فيها؟ نحن في اكتيفيتي العاب بنعملها، اكتيفيتي نشاطات، هالنشاط من وراء بيعلمنا مش بيعلمنا بلوتو بيساعدنا انه نفتح عيوننا على شو ممكن الطرق الثانيه اللي فينا نستعملها. يعني في كنت هلا عم بحكي برات الهوا في بروفيرب صيني، مثل صيني انا كثير بامن فيه، بيقول لك اذا اللي بتسمعيه عاده تنسيه، نعم، اللي بتقشعيه تحفظيه، بس اللي بتشتغليه ما بتنسي، بتفهميه وما بحياتك بتنسيه. فنحن هاللعبة هالنشاط اللي عم نعمله عم بكون نتيجة انه بدنا نحل لعبة حدا بيصير له يتسلى ويلعب ويرجع مثل ولد صغير. اوكي. فمنكون مركزين على النشاط اللي عم نعمله، على اللعبة اللي عم نعملها، بذات الوقت وقتها بنرجع بنخلص هالنشاط يا ما هاللعبة بنقول لهم انه شو استفدنا، كيف تحليناها، ليش ربحنا، ليش خسرنا، ومن هون بصير يطلع من الاشخاص انه لانه تعاوننا كفريق، لانه كان في قائد قوي بيناتنا، لانه كان في تواصل مزبوط، منشان هيك قدرنا نحل اللعبه ومنشان هيك نجحنا. وساعتها بنعمل لينك بحياتنا العائليه وبحياتنا العمليه، كيف فينا من هاللعبه ما زال حلت وزبطت ومشي حالها، كيف بحياتنا المهنيه فينا نعمل ذات الشيء وننجح فيه كمان. نعم، لكن رولا النشاطات يمكن بتقوم على التطبيق وعلى الشغل تا الواحد والشخص ما ينسى، ولكن بالنسبة للأساليب، شو الأساليب أو طريقة التعامل اللي بتستخدموها لتنمية روح الفريق؟ هلا الفكرة هلا الفترة الشركات كتير عم تشتغل على تنمية قدرات الأشخاص اللي عندها، لأنه نوجد أنه بالنهاية الشخص له قيمته منه عدد، أنه أنا اليوم عم بشتغل بشركة يلا ما عجبني بشيله بعد بفضل بركة أعمل investment عليه أقدر أنه طور له مهاراته، بيرجع لي أوفر من أجيب حدا مش فهماني شي عنه. نعم. يرجع يكلفني مصاري ويرجع يكلفني تدريب، بالقليل هالشخص الموجود عندي صرت أعرف النقاط الضعف اللي عنده ونقاط القوة، وبيشتغل على أويله نقاط القوة تخفف نقاط الضعف الموجودين. فبهيدا الشيء وقتها هالشركة عم تستوعب أنه أنا موظفيني صاروا أشخاص بدي اشتغل عليها تخليهم يصيروا عندهم personal development قوي، تطور ذاتي. تطور ذاتي. نعم. ساعتها بيجي وبقول انا كيف بدي اعملها، بنشتغلها
بطريقة ألعاب نشاطات وأيام ووركشوبس اللي بيصيروا، بس بيكون في هالوركشوب بيكون فيه انتراكتيفيتي، يعني مش شخص عم بيحكي والتاني عم بيسمع مثل ما قلنا، لأنه اللي بيحكي يعني كل حدا بيتواصل مع التاني بهالنشاطات. مزبوط. وبيكونوا كله عم بحلها هيدا النشاط اللي عم بينعمل. رولا كتير مهم أكيد اللي عم بتقوليه، وإن شاء الله كمان متوسع أكتر بالأفكار بحلقات قادمة معك. شكرا لحضورك معنا رولا. شكرا، أهلا وسهلا فيك. Thank you. شكرا. وبنختم حلقتنا لليوم بهالتقرير اللي افتتحنا فيه كمان لقائنا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وانجازات لا تعد ولا تحصى. خلونا نرجع نشوف التقرير سوا. إنه 23 من سبتمبر، اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية، يوم صدور مرسوم الملك عبد العزيز بتوحيد أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. في حكم عبد الله ملك الزعامة، ومتعب اللي يسر الصعب تيسير، الحاكم اللي ما تهنى منامة لنا. وللمناسبة رفعت جدة أطول علم في العالم، وبلغ ارتفاع ساريته 170 مترا، فيما يبلغ مقاس العلم 50 مترا بالطول و33 مترا في العرض. كما وأصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا لليوم الوطني 84 للمملكة من فئة ريالين، بينما تمت إتاحة كل رحلات الطيران الداخلي مقابل 84 ريالا فقط. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشلم يا دار الأبطال، ويا سلامي عليكم يا السعودية. هذا وشهدت المملكة العام الفائت تحقيق إنجازات ليست ببعيدة عن جهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. ومن المشاريع افتتاح مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، ومشروع سكك القطار الذي يربط شمال المملكة بوسطها وحتى منطقة مكة المكرمة. أضف إلى ذلك هناك عشرات المشاريع الجبارة التي يجري العمل عليها حاليا. وإلى مزيد من الإنجازات اللي منفتخر فيها المملكة العربية السعودية، أهل العز والكرامة، والله يديم الفرح والأعياد لأهلنا بالسعودية. اليوم هيك احتفلنا على طريقتنا ببرنامجنا ببيروت من تقارير أعديناها لهاليوم المميز. مش فقط المملكة العربية السعودية بتحتفل بهالنهار مثل ما شفنا حتى دبي وبيروت، وبرنامجنا كمان احتفل اليوم معكم بهالمناسبة المميزة جدا. نعم، وأنا بدوري مرة جديدة أكيد من برنامج ببيروت من عايد كل الشعب السعودي بهالمناسبة المميزة وبهاليوم المميز بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 84. نتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله عيد مبارك وبينعاد عليكم كل سنة بالخير. أمين. بكرة بنشوفكم كمان بحلقة جديدة، فكونوا كتار على الموعد. ضلكم بألف خير ومع السلامة. للوطن فيه فنونك مخلص الليل.